يا مساء الخير والجمال على كل مشاهدينا في كل مكان، في يوم جديد وحلقة جديدة من إنبوكس على شاشة صدى البلد. زي ما عودناكم دايما معانا النهاردة فقرات مختلفة ومتنوعة، هنتكلم في تفاصيل حلقتنا، لكن الأول خلوني أسلم على عمر. نوران ازيك؟ عامله ايه؟ ليك وحشه. اخبارك انت اكتر والله. الحمد لله. الاخبار الحمد لله تمام. عامله ايه في الحظر والاجواء دي؟ مبسوطه جدا والله. جدا ما شاء الله عليك. وانا كمان والله. كل طاقه ايجابيه ما شاء الله. الحمد لله. ما شاء الله. انت عامل ايه؟ انا كويس. الحمد انا لله. انت عارفاني ده لازم طاقه ايجابيه طبعا. انت اصلا في البيت مصدر الطاقه الايجابيه اللي بتوزعه على الناس كلها. الله يكرمك. الله يكرمك. ربنا يستر. معانا ايه النهارده؟ طيب خلونا نبدا كده بالساعه الاخيره. هيكون معانا انبوكس بعد المداوله، هنشوف بقى المستشار احمد فوزي حجازي علشان ناخد منه مجموعه من المعلومات القانونيه اللي تقدر تيسر لنا حياتنا. حلو جدا، وتحديدا هنتكلم عن موضوع مهم جدا بيهم كل الستات والزوجات، وهي النفقه الزوجيه. اما ضيفتنا الاخيره اللي هتبقى منورانا في الساعه الاولى من انبوكس هتبقى كده فنانه معجونه زي ما بيقولك بميه الفن كلها، بتعمل حاجات كتيره قوي من مجسمات، طي ورق، رسم، ديكوباج، كل ده معانا الفنانه التشكيليه الاء بيومي في الفقره الاخيره من الساعه الاولى من انبوكس عشان تكلمنا عن فنها وان قد ايه هي يقول لك ايه سبع صنايع لكن البخت مش ضايع ابدا. صحيح. يمكن الفقره الثانيه هنتكلم فيها اكتر عن السوشيال ميديا. السوشيال ميديا طبعا في الوقت اللي احنا فيه المفروض ان هي بتسلينا، بتخرجنا من الجو اللي احنا فيه، بنحاول نستثمر من خلالها وقتنا، نشوف حاجه معلومه مفيده، نطمن على حد من خلال فيديو كول، يمكن لو حصل التباعد الاجتماعي في ظرف ما فيهوش سوشيال، ما فيهوش انترنت، ما فيهوش مش عارف ايه، ما كناش هنشوف ناس لاشهر. انما السوشيال ميديا المفروض انها بتدينا دفعه، لكن للاسف الشديد في تاثير سلبي بنشوفه على ناس كتير من خلال السوشيال ميديا، احباطات بقى وطاقه سلبيه واخبار وحشه. خلونا نتكلم عن كل ده في الفقره الثانيه. حلو جدا، وهي فقره مهمه قوي لانه كان في الاول الناس كانت واخده السوشيال ميديا كمنصه او منفذ للتنفيس عن الطاقات السلبيه، لما هي تتحول لطاقه سلبيه فده هيبقى امر صعب جدا. هنتكلم في تفاصيل الفقره دي ان شاء الله في الفقره الثانيه زي ما عمرو قال. اما دلوقتي فاحنا معانا موضوع يمكن الناس لما تسمعه مننا هتستغربوا شويه او مش هتستوعبوا بشكل زي ما احنا هنناقشه معاكم دلوقتي في الفقره. في فتره الحظر والكارنتين ناس كتير قوي طلعت مواهب مدفونه جواها ما كانتش عارفه قد ايه هي عندها امكانيات وطاقات هايله تقدر تطلعها في فتره العزل الصحي والحظر اللي احنا فيه. لكن احنا عندنا في الفقره دي هيبقى معانا على التليفون ضيفه جميله جدا، هي طالبه في كليه الهندسه عندها فن ان هي تعمل وتصمم فساتين لعرايس الباربي. متخيلين يعني يمكن ناس كتير قوي يبقى عندها موهبة تصميم فساتين للأشخاص العاديين سواء للبنات أو للولاد، الرسم أو التفصيل وإلى آخره. لكن النهاردة البنت اللي معانا وضيفتنا اللي هتنورنا على التليفون حبت تعمل حاجة مختلفة، وهي كلنا وإحنا صغيرين كان بيبقى عندنا عرايس الباربي وكنا دايما بنهتم بيهم بشعرهم بشكلهم. أنا عن نفسي يعني كان عندي عرايس كتير جدا، كنت بهتم قوي بأزيائها فعلا، ودايما كنت أشتري فساتين كتيرة قوي واكسسوارات كتيرة قوي للعرايس بتاعتي. واحنا كمان واحنا صغيرين كنا بنتفرج عليكم وانتوا بتعملوا كده. كيف كنتوا بتنفسنوا علينا؟ مش من نفس، احنا يعني مش عارفين اهي عروسه مع بنوته يعني ما يعني ايه بس هو يمكن ده علشان الفطره والغريزه اللي بتبقى موجوده في الست، فكره الاهتمام بالطفل، تسرح تعمل مش عارف ايه، في شويه تفاصيل كده بتبقى للبنات. انتوا كمان بتهتموا برضو بالمسدسات والعربيات البلاستيك والحاجات دي، وطبعا البنات ليها هوايه العرايس الباربي. احنا معانا صور على الشاشه دلوقتي، يمكن انا لما اتفرجت على الصور دي انا حسيت ان هي تقدر تبقى مصممه ازياء. كان عندي واحده منهم يا خالد، انا كان عندي باربي دي وكان عندي فعلا ازياء، بس كان عندي عرايس باربي شعرها كيرلي مش شعرها ناعم زي دي، كانت مختلفه شويه. خلينا نستقبل ساميه محمد على التليفون عشان نعرف منها قد ايه هوايتها يعني بتسليها في الحظر وبتستغلها ازاي. يا ساميه ازيك؟ زي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله. مش حضرتك، احنا تقريبا في سن بعض. لا بس ممكن يا ساميه تقول انا حضرتك. اخبارك ايه يا باشمهندسه؟ الحمد لله بخير الحمد لله. ايه بقى الجمال اللي احنا شايفينه على الشاشه ده؟ احنا معانا الصور على الشاشه ومعانا المهندسه الفنانه على التليفون. الجمال بقى والصور والفساتين، الموضوع بدا معاكي من امتى؟ بصراحه الموضوع بدا معايا من وانا صغيره، حوالي وانا عندي 6 سنين وانا في الحضانه. كنت بحب عرايس الباربي جدا وكنت مرتبطه بيهم جدا بشكل كبير، كنت بفضل العب بيهم، اعمل لهم لبس عرايس، اعمل لهم فساتين، كنت
طول الوقت بقى بلعب بيهم وانا صغيره، او بعد كده بعدها بشويه لما بنكون في الاجازه كنت بطلع العرايس بتاعتي، بطلع القماش والخيط والابره وكده، واقعد مع نفسي اجرب وكده. كنت بعمل فساتين بسيطه خالص يعني في البدايه. تمام. طيب دلوقتي يا ساميه يمكن احنا بنشوف على الشاشه صور معانا لازياء يعني تبدو ان هي تبقى للكبار، يعني انت ممكن تعملي تصميم ازياء للبنات فعلا وفساتين سواري وكل حاجه، لكن هي مصغره لعرايس باربي. هل انت اتعلمتي ده التفصيل الرسم على الورق الاول؟ يعني تفاصيل هوايتك ازاي قدرتي تنميها؟ لا في الحقيقه يعني من البدايه لما كنت بشوف اي فستان او تصميم واحب انفذه وكده، كنت في الاول خالص قبل ما يكون في انترنت او يوتيوب او كده، كنت بقعد مع نفسي واجرب واحده واحده وكده واحاول اكتشف هو معمول ازاي. بعد كده لما الموضوع بقى احسن وبقى الانترنت متاح اكتر، كنت بدخل بقى اشوف اكتب ازاي اقدر اعمل كذا، وبعدين اشوف الفيديوهات بتاعته، اشوف تصميمات كثيره، افكار كثيره، وابتدي افكر يعني ابتدي اجرب كده واشوف اعرف اعملها ولا لا، وفعلا كنت بعرف الحمد لله. يعني كان تعليم ذاتي، علمت نفسك بنفسك؟ تعليم ذاتي تماما يعني، محدش علمني حاجه بصراحه. طيب فتره الحظر بقى استغلتيها ازاي؟ في موهبتك؟ فتره الحظر كانت يعني تيرنينج بوينت في تفكيري، يعني ابتديت اشوف مثلا ايه ممكن اقدر افيد الناس ازاي او اقدر اساعدهم ازاي، فقررت ان انا اعمل قناه على اليوتيوب اعلم فيها البنات الصغيره تعمل اللبسه، خصوصا ان في كتير كلمتني كانت محتاجه كورس ان انا اعلم بناتهم كورسات يعرفوا يعملوا اللبس ده للعرايس بتاعتهم. فانا قلت خلاص احنا في فتره حظر ووقت فراغ رهيب طبعا زي ما شايفين، فقلت اعمل قناه على اليوتيوب وعملتها بالفعل، ابتديت انزل فيها فيديوز وكده، وكانت الناس مبسوطه جدا ورد فعلها عنها كان كويس، ويعني بناتهم الصغيرين فهموا، ويعني الموضوع كان بسيط وسهل بالنسبه لهم وكانوا بيطبقوا ورايا. هو ده السؤال يا سامي، يعني هل متابعينك على القناه او اليوتيوب القناه اليوتيوب اللي انت عملتيها من الاطفال ولا من امهات الاطفال نفسهم ان هم حابين يعلموا اولادهم حاجه زي دي يستغلوها برضو وهم بيلعبوا بعرايسهم؟ هو الصراحة يعني الأساس بيكون الأم، يعني مامتهم مثلا بتكلمني تقول لي أنا بنتي فعلا مرتبطة بالعرايس وبتقعد تعمل حاجات مع نفسها وكده، بس مش بالشكل مش بالمستوى طبعا يعني الاحترافي. فبتبتدي تقول لي مثلا طب أنا عايزة بنتي تتعلم وتبقى كده أو تقدر تعمل ده، فأعمل إيه أو أبدأ معاها إزاي؟ فابتدي أوجهها إن هي الأول طبعا طالما عندها الهواية والشغف ده ما تبهاش ابدا يعني ان هي تهمل الهوايه دي، وتبتدي فعلا تخليها تتعلم وتشوف كورسات على اليوتيوب بتدور وكده، وطبعا تتابع القناه بتاعتي وتشوف الحاجات اللي انا عاملاها وكده، وهي نفسها هيزيد الشغف عندها لما تشوف الحاجات دي وهيبقى عندها قابليه ان هي تتعلم اكتر كمان. طيب انت بتتكلمي على مستوى تصميم الفساتين بس ولا بتعملي حاجه تانية في العروسه، في شعر، في ميك اب، في تفاصيل تانية؟ في ستايل الشعر الصراحة، يعني كل ديزاين ليه ستايل شعر معين، يعني مثلا لو فستان سوري الشعر بيكون محتاج يبقى مرفوع، لو فستان كاجوال عادي الشعر بيبقى محتاج ممكن يتعمل سنبلة أو ضفيرة ويتحط فيه ورد مثلا عملت كده، ممكن يبقى متساب خالص، ممكن يبقى ستايل فينتج يبقى الشعر كله ملموم مثلا وفي فاتينيتر اللي هو الشابوه بتاع العروسه، الحاجات اللي هي الجلافز القديمه اللي من الخمسينات والستينات وكده. حلو جدا. طيب ساميه يعني عشان الناس اللي بتتفرج علينا سواء الامهات او الاطفال دلوقتي، لو طفل حابب يتعلم ازاي يعمل او بنوته يعني حابه تعمل فساتين لعرايسها، ايه اللي مطلوب ان هو يتوفر عندها في البيت عشان تنفذ فساتين زي دي؟ هل مطلوب مثلا منها خلاف الابر والخيط والحاجات دي والقماش محتاجه مكنه صغيره مثلا؟ قولي لنا ايه المعدات اللي المفروض تبقى عند الاطفال والامهات؟ خالص على فكره يعني هي مش محتاجه مكنه خالص، انا عملت كل ده من غير اي ماكينه خياطه. هي مش محتاجه غير ابره وخيط ومقص وقماش وعروسه بس. بس ده طبعا لازم يكون تحت اشراف الاهل لانه في الات حاده. طبعا. طبعا اكيد لازم يكون مامتها جنبها علشان المقص والابره وكده، الحاجات دي ممكن تعور حد. طب ممكن نبدا من سن كام؟ يعني ممكن من 12 سنه.
10 سنين مثلا. بس وانا اصغر من كده كنت بحب اعمل فساتين للعرايس فعلا. طيب انا بس انتظر من كده. طيب قولي لي يا ساميه، الفستان بيقعد معاكي بياخد وقت قد ايه؟ يعني ممكن تعملي، انا شايفه ان الموضوع انت بتتكلمي منه بسيط جدا، فممكن تعملي كام فستان مثلا في اليوم؟ لا يعني ممكن فستانين في اليوم بس يكون يعني دروقين شويه، يعني مش اكتر من كده، عشان طبعا الحاجات دي محتاجه دقه وان انت تقعدي تخيطي. طيب لو قلنا انه المفروض ان الطفل بيشتغل او بيتعلم الموهبة دي او بيحاول ينميها ويمشي وراها، المفروض انها لما تكبر عند الطفل توجهه في اي اتجاه؟ يعني يبقى مصمم فساتين، يبقى يعني هيبقى ايه؟ او ايه المجالات اللي بتفتحها له؟ المجالات اللي بتفتحها له يعني ممكن مثلا الموضوع يكبر معاه يوصل ان هو فعلا يبقى يعني تبقى فاشن ديزاينر فعلا. يعني اصلي يعني مفيش حد بيشجع قوي على ازياء العرايس، يعني بره او ممكن تلاقي في ناس متخصصه اصلا تبقى فاشن ديزاينر للعرايس، بس هنا الوضع بيختلف شويه، يعني بيكونوا مهتمين ان الحاجه تكون على ارض الواقع اكتر ما تكون على العرايس. انا كل الناس بتكلمني تقول لي حرام الحاجات دي تبقى على العرايس كده، بس احنا عايزين الناس تكلمنا. طب انت بتفكري في ايه يا سامي؟ يعني هل بتفكري تنمي موهبتك بخصوص تصميم فساتين للعرايس فعلا كمورد رزق او كمشروع ليكي، ولا هي مجرد موهبه وفعلا ممكن في يوم من الايام تفكري انت تحوليها الفساتين حقيقيه على ارض الواقع لبنات او لشابات كتيره؟ يعني ما هو فعلا الفتره دي انا شغاله على الموضوع ده، يعني انا مثلا في الفتره دي بعمل اوردرات للعرايس وبسلمها وكده، ناس بتكلمني بتطلب مني كام ديزاين بعمله وببيعه يعني بوصله، وفي ناس بتكلمني بتطلب مني حاجات اعملها للعرايس لبناتهم الصغيرين، برضه بحاول اشتغل على البوينت دي وبعمل لهم لبس فعلا وبديه لهم. انت شاطره يا ساميه وبالتوفيق وبنحييكي على موهبتك دي. طبعا بنشكرك شكرا جزيلا، احنا سعداء بموهبتها دي. ايوه حلو حلو انه يمكن الكارنتين او فتره الحجر الصحي اللي كلنا عايشين فيها طلعت مواهب عند الناس مختلفه مختلفة مختلفة. يعني يمكن مثلا كنا نقول ايه لما يجي حد فينا يقرا عن الموضوع او يشوف فقره في برنامج ان احنا بنتكلم عن تصميم فساتين لعرايس الباربي يقول لك ايه ده؟ ازاي يعني يا جماعه؟ طب ما تعملوا فساتين للناس، طب ما تعملوا حاجات تفيد الناس. لا، ساميه شافت ان دي موهبه عندها ممكن تفيد بيها الاطفال. صحيح. والامهات مش عارفين مثلا ينموا مواهب اطفالهم ازاي او يشغلوهم ازاي، فهي لقت طريقه جديده لاطفالها ان هم مثلا يتعلموا من ساميه من خلال الشانل يوتيوب او اي حاجه ازاي يصمموا فساتين، ومع ذلك ممكن في المستقبل يطلعوا مثلا مصممين ازياء لفساتين ويعملوا خط ازياء خاص بيهم. صحيح. ويمكن احنا كمان هنا كنا مع كاتبه كانت بتقول، انا كنت فاكر كلمتها دي كويس، قالت اي مهاره تتعلمها هتفيدك بعد كده، يعني اتعلمها دلوقتي ومش مهم بعدين، هتلاقي نفسك محتاجها وهتفرق معاك. صح. احنا كده يمكن فقرتنا الاولى خلصت، هنخرج لفاصل بقى صغير ونرجع لفقرتنا التانية نشوف السوشيال ميديا تأثيرها السلبي وتأثيرها الإيجابي وإزاي نستغلها بشكل إيجابي في حياتنا إن احنا نقدر نعدي الفترة دي وإحنا مستفيدين. ناخد فاصل. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، بنتكلم فقرتنا النهاردة عن تأثير السوشيال ميديا سواء السلبي أو الإيجابي علينا في البيوت. احنا في فترة حجر، فترة حظر، فترة تباعد اجتماعي، المفروض كل واحد يبقى في مسافة بينه وبين التاني، فما قدمناش غير الموبايل سوشيال ميديا، هنعمل ايه؟ دي حقيقة. يمكن في الأول خالص وفي بداية الفقرة قلنا لكم أنه كان السوشيال ميديا هي كانت المنفذ الوحيد والمنصة لتعبير الناس عن اللي هم حاسينه، سواء بقى بأراء إيجابية أو أراء سلبية. في الأول كانت الناس بتدي لبعض طاقة إيجابية، معلش خلينا في البيت عشان الأزمة دي تعدي على خير. فجأة لقينا وبدون أي سابق إنذار أو أي مبرر لقينا أنه منصات التواصل الاجتماعي وتحديداً الفيسبوك تحول إلى صفحة وفيات ومصابين. كل يوم نفتح الفيسبوك نلاقي أخبار سلبية كتيرة جداً بتتنشر على الفيسبوك، ده بيأثر على الناس بشكل كبير جدا. لما أنا أفتح الفيسبوك بتاعي ولاقي حد من زمايلي أو أعز الناس عندي، حد من أهله حصل له مكروه أو أصيب سواء بالكورونا أو بغيره وتوفى، أكيد أنا بتضايق.
وغيرنا بنتضايق. ففي للاسف احساس سلبي شويه او طاقه سلبيه شويه مصدره دلوقتي لمنصات التواصل الاجتماعي ان هي بتاثر فينا بشكل غير ايجابي الى حد كبير. فايه حلها بقى؟ انا شايفه ان في ناس كتير بدات تعتزل السوشيال ميديا، قالوا لحد ما الفتره دي تعدي انا مش عايزه اتعرض لاي اخبار سلبيه. صحيح، من ضمن كمان الضغوطات انه طبعا احنا معظم التعليقات اللي بتبقى موجوده البقاء لله الف سلام، البقاء لله ربنا يشفيه او يمسيه بالسلامه، فاحنا بدانا نتكلم في اطار محدود. كمان المفروض ان احنا كمجتمع مصري من زمان بنقف جنب بعض، فلما حد بيبقى عنده ظرف بحاله وفاه مش عارف ايه بنقف جنب بنواسي بعض بنطبطب على بعض. دلوقتي عشان خاطر التباعد الاجتماعي كمان مش قادرين. في ناس بدات تطلع افكار لكن في الاول وفي الاخر السوشيال ميديا بقت متحكمه في المود العام بتاع الناس. انا بفتح كده كده عارف لو يعني انا كمان افتكر ان انا سالت نوره من يومين ثلاثه قلت لها نوره انت بتقدري ما تشوفيش الخبر بتاع وزاره الصحه؟ قالت لي قلت لها معقوله؟ اوكي طب هي مذيعة خارقة عليها. قلت لها انا ما انا استحاله يعدي يوم الا لما اشوف عدد الوفيات كام، عدد الاصابات كام، يعني مش عارف. فحتى عشان الواحد يجيب معلومه فبيضطر يقابل اكتر من مصدر من مصادر الطاقه السلبيه، حتى احنا بنزعل على بعض. بالظبط. طب انا عايز اقول لك على حاجه يا عمر، خلينا نفترض انه الاخبار اللي احنا بنقراها على الفيسبوك سلبيه كلها، افتح الفيسبوك الاقي حد توفى او حد اصيب. طيب انا ليه ما اخدش الموضوع ده من زاويه ايجابيه، ان انا اخد بالي واخد او ازود الاجراءات الوقائيه والاحترازيه بتاعتي، ان انا طالما الموضوع دخل في الجد يا جماعه والناس اللي حوالينا بداوا يصابوا وبداوا يتوفوا سواء بسبب الكورونا او لاي شيء اخر لا قدر الله، طب ليه انا ما اخدش بالي واخد حذري واقعد في البيت والتزم في البيت زي ما الناس بتقول، البس الكمامه بشكل سليم وصحيح مش ان انا احطها على دقني عشان بس هي بقت عليها غرامة، أعقم نفسي، أبعد عن الاجتماعات أو التجمعات الكتيرة. يمكن إحنا لو خدنا الأخبار السلبية دي وحولناها أو ترجمناها لشيء يفيدني وشيء إيجابي نقدر نعدي الأزمة شوية. أنا ده من وجهة نظري دافع إن إحنا أنا نعمل احتياطاتي. بالظبط صحيح. يمكن كمان في أخبار بقى ده يعني كورونا هو هي حالة استثنائية موجودة دلوقتي بالإضافة للأخبار العادية السلبية اللي إحنا متعودين عليها. يعني مثلا من ضمن الأخبار اللي كانت منتشرة الفترة اللي فاتت الأب اللي عمل ختان لبناته، يعني شفنا الخبر ده، وشفنا كمان الفيلة اللي كانت حامل واحنا استعرضنا فقرة كاملة عن الموضوع واللي حصل. حادثة تاني للبنت اللي ضربوها لحد الموت عشان فتحت القفص لبغبغان. فكمان في حاجات زيادة لأنه أنت كده كده في يومك بتقع قدامك حاجات سلبية، يعني نزلتي انت لقيتي في مشكله في العربيه، لقيتي في مشكله في الطريق انه واقف، في كذا حاجه وانت رايحه شغلك. طبعا احنا شغلنا يختلف واكيد طبعا في بعض الناس بتروح شغلها، ففي بعض مصادر الطاقه السلبيه بتلاقيها موجوده اللي هو العادي بتاع اليوم. بتحصل لي اربع او خمس اسمها ايه عكوسات او مشاكل او مصادر للطاقه السلبيه بتحصل في اليوم، فده العادي بالاضافه كمان لاخبار الكورونا. فانت كده بتضغط على نفسك وانت مش واخد بالك. هو مش ربنا بيقول وكان الانسان على نفسه بصير؟ بالظبط. انت بتبقى عارف نفسك. وبعدين في ناس كتير يا جماعه ما بتبقاش فاهمه موضوع الطاقه السلبيه ده او الطاقه السلبيه او ممكن إيجابية. ما يبقاش حاسس. بالظبط. يعني ممكن موضوع الطاقه السلبيه زي انت بتقول يا عمرو ممكن يبقى هو بيقرا اخبار ويقول لك لا هي مش هتاثر فيا، لكن هي في الاخر في العقل بشكل اللاواعي بالظبط بتاثر فيه بشكل كبير جدا. خلينا نكمل كلامنا بس الاول نعرف راي ساندي في موضوع تاثير السوشيال ميديا بشكل سلبي علينا الفتره دي. يا ساندي ازيك؟ مساء الخير. مساء النور. نورانا في الطاقه الايجابيه دي ما شاء الله. منورون. ما شاء الله صوتك يعني ما شاء الله كله طاقه ايجابيه، هل ده حقيقي؟ ايوه انا متصله عشان اديكم الطاقه الايجابيه اللي عندي شويه. ماشي يلا يلا بينا. بتعملي ايه بقى علشان تحافظي على الطاقه؟ زي ما حضراتكم قلتوا كده، فعلا السوشيال ميديا دلوقتي بقى مليانه حاجات سلبيه، سواء حيوانات بتموت او عنف وقساوه مع الاطفال او حاجات ثانيه هنشوفها لسه وبنشوفها. فانا اكتر حاجه عملتها الفتره دي بصراحه انا قللت عدد الساعات اللي كنت بقعد فيها على الفيسبوك وغيره من السوشيال ميديا. كويس. وبقيت بضيف لحياتي حاجات تانية ايجابيه، يعني دلوقتي بدات مثلا العب رياضه في البيت اكتر، بقيت بتبع اساليب تانية، اي حاجه بقرا في كتب وبقرا بتابع افلام ومسلسلات. فبقيت بعمل اي حاجه تقدر تبعدني عن السوشيال ميديا باي طريقه. حلو جدا.
طب ساندي، يعني في ناس يمكن بتدور على طرق تانية عشان تتجنب الطاقة السلبية، وهي انها تعتزل السوشيال ميديا خالص، تقفل الاكونتس بتاعتها وتقول انا مش هتفرج على ولا هتابع السوشيال ميديا لحد ما الازمة دي تعدي. انت رايك في الحل ده؟ هل ده يعني ده حل فعال؟ حلو جدا، حلو جدا جدا. وعايز اقول لك اصلا في حاجات تانية ممكن تتعمل، يعني مثلا ممكن لو حد قفل الفيسبوك ممكن مثلا اليوتيوب مليان وعليه حاجات مفيده جدا جدا. فهنعرف نعوض الوقت بتاعه ده بحاجه تانية مفيده. طيب في الاول وفي الاخر كده، انت يعني شايفه انه ممكن من غير ما تحسي الاخبار دي تاثر في نفسيتك ولا لا؟ جدا طبعا طبعا. يعني انا لو صاحيه مثلا من النوم وعندي شغل وعندي حاجات انا مرتبه ان انا هعملها، ولقيت مثلا حاجه سلبيه بتريها، هتاثر على يومي وتاثر على مزاجي وتاثر على تركيزي، فبتاثر بشكل كبير طبعا. طب انت مع انه الناس تقول دايما الاخبار او اي مصاب بيحصل لهم في عيلتهم او في اللي حواليهم، يعني سواء حد اصيب بمرض لا قدر الله او اصيب بكورونا او توفى، انت مع الناس تنشر الاخبار دي على الفيسبوك باستمرار؟ هي ليها جانب ان الناس تخلي بالها وتحذر اكتر عشان تخاف على نفسها اكتر، لان فعلا احنا بقينا مستهترين ومحدش بيخاف على نفسه، بس بالنسبه لي انا بحاول اتجنب ده علشان ما اقلقش وما اتوترش، ان ده كمان بيأثر على المناعه اللي عندي، فانا بحاول اتجنب ده كله واخاف على نفسي بس مش اكتر، باخد احتياطاتي. نشكرك شكرا جزيلا. شكرا ميرسي يا ساندي. هي دي الطاقه الايجابيه، طاقه ايجابيه كده. بس عايزين نعرف بقى يعني الطاقه الصبح كده لما بيكون عند الواحد، عشان بس ايه الساده المشاهدين وفاهمين يعني ايه طاقه. اصل احيانا يقول لك ده كلام مش عارف ايه وبتاع، احيانا تصحى الصبح كده يبقى فايق كده وعندك عايز تتكلم وعايز تضحك وعايز تهزر وعايز تروح الشغل وعندك طاقه. هو ده الطاقه السلبيه بتبقى عكس كده. انا معاك، استنى بقى خلينا نبعد عن الطاقه السلبيه ونتكلم عن الطاقه الايجابيه. حلو. ازاي نشحن طاقتنا الايجابيه؟ يعني انت بتقول واحد ساعات بيبقى صاحي الصبح عنده طاقه ايجابيه حلو جدا، وانا ساعات بحس بكده، واوقات كتير ببقى صاحيه مش قادره اعمل اي حاجه، ما عنديش اي طاقه. ازاي نقدر ان احنا نشحن طاقتنا الايجابيه عشان نقدر نكمل اليوم بقى، من اخبار وحشه او من شغل او من ضغوطات الحياه؟ الحاجات اللي هي في العادي بتغير مودك. صاحبتك اللي بتقعدي معاها وتضحكي اول ما تشوفيها كده، في مثلا ناس من اصحابك بتدخل عليكي حاجات مش عارف مين، يعني فاهمه اهو ابتسامه، دي من مصادر الطاقه الخارجيه. الاخبار الحلوه ايوه من مصادر الطاقه الايجابيه للشحن. انا عايزه اقول لك على حاجه خالد قالها لي في الايربيس، مش قادره بجد. لا قال لي حل سريع وقطعي. افتحي الانستجرام واقفلي الفيسبوك. صحيح. يعني مثلا في نوعيات فعلا السوشيال ميديا مش كلها واحد، يعني ممكن تلاقوا فعلا الفيسبوك استخداماته الحاجات اللي عليه سلبيه كتير، حاجات جد قوي واخبار سيريس قوي، لكن الانستجرام هتلاقي ناس كلها بتتصور يا في الجونه يا في الساحل يا اما في البيت بيعملوا تيك توك. كمل انا سامعاك. مش يعني دي من مصادر الطاقه، انما لو عايزين نعرف بالظبط بقى يبقى حد بقى اهل الزكر. لكن احنا كناس عاديين بنحاول نتكلم معاكم كشباب انه في طرق كتيره جدا للطاقه الايجابيه، ان انا اتجنب الطاقه السلبيه فعلا، ابعد عن الاخبار الوحشه زي ما قال نوره مثلا، كانت بتبعد عن نشره الاخبار اليوميه لوزاره الصحه. الاعداد، هو انا لو عرفت الاعداد هتزود ولا هتنقص في ايه؟ طالما يعني انا في بيتي ومحافظ على نفسي بالظبط، يعني الا لو يبقى عايزه يعني حب استطلاع او ان انا اتابع الحاله اليوميه وعدد الحالات، لكن طالما انا مش متاثر بيها قوي ممكن ابعد عنها فعلا. ممكن احاول العب رياضه زي ما كانت ساندي بتقول، بدل ما نقعد نفتح الفيسبوك طول الوقت ونشوف اللي مات واللي عي واللي عمل حادثه واللي ولي، طب ما انا ممكن افتح مسلسل حلو اتفرج عليه او دوكيومنتري طبعا للناس المثقفه، فيلم وثائقي عن اي حاجه، عن حرب، عن تاريخ دوله، عن حيوانات. يعني في حاجه مستغربها جدا وتعتبر مصدر رئيسي من مصادر الطاقه السلبيه على السوشيال ميديا، اللي بيصور نفسه هو عيان او هو نايم على سرير او هو داخل العمليات، ليه يعني ليه؟ يا اما بيبعد العين عنه. يبعد العين ممكن يبقى في ناس كتير بتحب مثلا لو عربيتها عملت حادثه تحط الصور عشان مثلا يقول لك ايه، برضو لو في عين صيباني تبقى تبعد عني او ابعد عني العين. في ناس بتاخدها كده، وفي ناس تانية تبقى محتاجة دعم. انه يحط مثلا حاجة خبر وحش ليه عشان الناس تدعمه، سلامتك معلش، ويدوله طاقة ايجابية. فهي ليها يعني سلاح ذو حدين، زي ما ليها حاجات ايجابية برضو احيانا بيبقى ليها حاجات
سلبية، لكن بنقول لكم خليكم في الإيجابي وابعدوا عن السلبي الفترة دي، لأن احنا كلنا محتاجين كده عشان الأخبار الإيجابية بتزود المناعة كمان. بالظبط، وده اللي كنا بنقوله من أول الكارنتين، إنه المناعة محتاجينها جدا في فترة الكورونا عشان نقدر نقاومها بشكل كبير جدا. فقرتنا خلصت، بعد الفاصل هنستقبل آلاء بيومي الفنانة التشكيلية الجميلة، وهي سبع صنايع والبخت مش ضايع. ورجعنا لكم تاني، لسه مكملين معاكم باقي فقرات انبوكس، وزي ما وعدناكم الفقره دي هيبقى معانا فنانه تشكيليه معجونه بالفن. اي حاجه ليها علاقه بالفن بتعرف تعملها، سواء مجسمات، طي ورق، رسم، او اعاده تدوير، او ما يسمى بفن الديكوباج. آلاء بيومي بتعرف تعمل كل الحاجات دي، فعلا انسانه موهوبه جدا، فنانه تشكيليه. هتكلمنا عن تفاصيل موهبتها لان هي منورانا في الاستوديو. برحب بيكي يا آلاء، عامله ايه؟ الحمد لله تمام. ايه الفن والحلاوه دي؟ كسف الفن والحلاوه دي انت بتتكسف، ما لو انا قلتها هتعملي ايه؟ تتكسف اكتر. طيب نبدا كده باول سؤال كده من غير حسد، بتعرفي تعملي كام حاجه؟ الله اكبر يعني، الله الله، احنا ما بنحسدش. هي بدايه انا بعرف ارسم، ومن هنا ابتدت بقى كل حاجة. يعني من وانا صغيرة أنا برسم وبحب الرسم، وطبعا بقى بتشجيع مامتي وبابايا الله يرحمه، فكانت يعني ابتديت بقى أرسم كتير كتير كتير، فبقيت أرسم على كل الماتيريالز. فأنا كان بالنسبة لي الأداة في الرسم هي إيديا، فأدام خلاص إيديا موجودة وأنا بعرف أرسم، فبالنسبة لي أي ماتيريال سهل إن أنا أرسم عليها. ومن هنا بقى اتعلمت كل حاجه بقى. حلو قوي. بس آلاء ساعات ممكن تلاقي حد بيرسم حلو جدا، لكن المجسمات بتبقى صعبه عليه شويه، لان هي بتبقى عايزه تفاصيل وعايزه صبر وعايزه امكانيات معينه. امتى بدا معاكي ان انت تقدري تعملي مجسمات، طي ورق، كل الحاجات دي هنشوفها طبعا معانا على الشاشه كمان شويه، بس امتى بداتي تركزي ان انت تقدري تعملي حاجه تانية غير الرسم؟ لما دخلت الكليه. فنون تطبيقيه. فنون تطبيقيه. الكليه طبعا ايه فتحت لي ابواب كتيره جدا، من ناحية ان احنا ايه بندرس طبعا حاجات نظري وحاجات عملي، فدي فتحت لي ابواب كتير جدا ان انا اعمل بحث في كل حاجة وان انا اجرب اتعلم كل حاجة. فمن هنا بقى طول ما انت بتشوفي حاجة جديدة انت طبعا بتنبهري بيها، لا انا عايزة اتعلمها. يعني ازاي يعني اللي قدامي عملها اكيد هعرف اعملها. فكنت بقى ايه يعني عندي شغف ان انا اتعلم اي حاجة تقابلني. برافو عليكي. فبس فعشان كده بقى من وقت الكلية من بعدها بقى وانا مستمرة في الحاجات دي. تمام، احنا كده معانا مجموعة. طب قولي لنا بقى ايه اللي احنا شايفينه؟ ده دي حاجات من اعمالك؟ دي بوكسز برسم بورتريه على البوكس. بوكس ممكن اي حد يستخدمه في تخزين اي حاجه. انت بترسمي صوره اشخاص على الغطاء او الكفر، على كفر البوكس. ده بناء على طلب مثلا اصدقائك او ناس بتتعاملي معاهم؟ بالظبط. يعني انا اصلا بعمل جيفتس كاستم ميد، فبيبقى هو عايز حاجه مميزه، وفي نفس الوقت انا بحب يعني حياتي كلها ان انا احب ابقى جزء في سعاده الاخرين. يعني كفايه الابتسامه اللي على وشك. دي رساله كمان، ده انت عايشه برساله بقى. طيب انت دي رسمه، اشرحي لنا بقى، قولي لنا كده. ده كانت رسمه من ايام مشروع تخرجي. مشروع تخرجي كان اصلا رسالته اترك اثرا، ان احنا بنبدا بالبني ادم، ان هو علشان احنا يعني علشان نغير حاجه لازم نبدا بنفسنا في الاول. صح. فانا كنت برسم مجموعه اشخاص، وكل كل رساله فيهم، كل شخص فيهم دي رساله معينه من المشروع التخرج. بس وطبعا انا علشان انا كنت قسم جرافيكس، فاحنا كنا شغالين بالكمبيوتر. انا بحب طبعا المانيوال اكتر من الديجيتال، احب احساس الورقه والفرشه والقلم وكده. فكنت كان واخده بقى از تشالنج مع نفسي كده ان انا لا انا هعمله كله مانيوال، وفي الاخر اخده سكان وديجيتالايز حاجات بسيطه مثلا في الالوان عشان تطلع برايت حلو في الطباعه وكونتراست حلو في الطباعه. واشتغلت مشروع تخرجي كله من اوله لاخره مانيوال. طيب عايزه ابدا معاكي بقى انت عندك هوايات كتير ما شاء الله ومواهب كتير، خلينا نتكلم الاول عن طي الورق. اوكي ماشي. يعني اولا انت بداتي بالمعاجم. انا عايزه اعرف تفاصيلها ازاي، يعني بداتي بالمعاجم ازاي وليه وايه ردود الافعال اللي كانت على ان انت تاخدي المعاجم وتعملي طي ورق؟ انت هتفهمينا كل ده صح؟ احنا معانا على الشاشه ده معجم وانت طيتي الورق بتاعه. بالظبط. وفي يعني مكتوب حروف معينه. دي حروف. ده لوجو مدرسه. المدرسه اللي انا شغاله فيها ده لوجو المدرسه بتاعتي. الفكره كلها جات لي ان انا الكتاب المعجم بالزيت اكبر عدد ممكن من الورق. الورق ممكن يوصل ل 1500 ورقه. اخترت المعجم طبعا عشان
كتر الورق اللي فيه، كميه الورق اللي فيه، وبلس كمان ان المعجم كل سنه بيبقى اب تو ديت، يعني بيجي جديد منه، هو بالسنين بيدخله مفترضات او بالزبط. مفترضات او مصطلحات جديده. فانا كنت باخد الحاجات القديمه قوي اللي هي اوريدي ليها استبدال. طبعا احنا يعني ناو دايز مع التكنولوجيا في ديكشنري في كل موبايل، في جوجل ترانسليت، فكده كده المعلومات اللي فيه هيبقى اوريدي ليها استبدال في حته ثانيه. فانا عشان كده اخترت المعجم بالاخص. بالنسبه للكتاب، الكتاب ما بيجرالوش اي حاجه لان ده ورق بيتني، يعني انا مش بقطع اي حاجه فيه ولا اي حاجه، يعني انا لو قلبت مسكت الورقه ورجعت فيها تاني الاصلها، ورجعتها تاني الاصلها مش هلقى اي حاجه سليم. خالص زي مثلا لما بتعملي بوك مارك كده لنفسك ان انت في الحته دي انت قريتي، فبتتنيه وبترجعي تاني، فالورقه بتفضل زي ما هي ما فيهاش اي حاجه. بس لا ده فن. فاكره في زينه رمضان وانت كنت بتساليني كنت بقول لك بعمل حاجات بالكتب، حاجات شبه طبعا يعني انا ما اقدرش اعمل التفاصيل دي، هي كان شكل واحد بس اللي بعمله. لا بس ده هنا في احتراف. لا دي فنانه. طيب ورق يعني. طب حاجه زي دي بتاخد وقت منك قد ايه؟ لا بتاخد يعني مثلا في خلال اسبوع. اسبوع. طب برضو مش وقت كبير قوي يعني. يعني يعتبر اسبوع. ما هو ده فن بقى فمحتاج وقت. انت خدتي ايه بقى من الفن ده كحاجات طباعه شخصيه؟ كل حد بياخد من شغله صفات. خدتي ايه؟ الصبر. احلى حاجه والله. فضيله الصبر. والله فضيله الصبر بالظبط. طيب يعني غير الصبر، ردود الافعال الناس كانت بتتكلم طبعا بالنسبه للكتب، اول ما يعني نزلتها على السوشيال ميديا كده كان في انبهار من ناس كتيره جدا، ان دي بالنسبه لهم حاجه غريبه وحاجه جديده. بس طبعا كان في جزء منهم كان معترض على حته ان الكتاب ليه قدسية معينة والمعجم وحاجات كده. فأنا طبعا يعني من ناحية الكتاب هو كده كده مش بيبوظ، وغير كده هو بيتحط أصلا لمحب القراءة. يعني أنا ممكن أكتب بيه كوت، ممكن أعمل بيه شكل، يعني تتحط في مكتبة في البيت، تتحط يعني أزا ديكور. يعني برضو جالي كاستمر مرة طلب مني كتاب إن أنا أعمله أزا ماريج بروبوزل، وأكتب فيه كلمة ماري مي حلوة دي، وهو يقدمه لخطيبته مع الخاتم طبعا وكده، في ماريج بروبوزل. فاكيد هم علشان بيحبوا القراءه والفكره جات لهم فقالوا لي انفذها. فلا هو طبعا كل حاجه بيبقى ليها ايجابياتها وسلبياتها. طيب الاء اكيد يعني انت اول موهبه عندك موهبه الرسم. احكي لنا كده عن لوحات معينه رسمتيها، او انت برضو تخصص جرافيكس بس انت بتحبي تعملي حاجات يدويه بايدك. بالظبط. ايه احلى لوحه عملتيها مثلا الناس تفاعلت معاها قوي؟ احلى لوحة او رسالة معينة، يعني انت بتحبي توصلي رسائل برضو ايجابية او طاقة ايجابية للناس. هل عملتي حاجة ليها علاقة بان انت توصلي رسالة معينة للناس للشباب يعني في الفترة اللي احنا فيها دي مثلا؟ الفترة اللي احنا فيها يعني او بغض النظر يعني مش لازم الفترة اللي احنا فيها، يعني انا كنت برسم الفترة الاخيرة دي كان في رسمة انا كنت عاملاها من زمان علشان حتة فرق اللون وكده، خصوصا ان احنا الايام دي الأيام يعني بالظبط احداث امريكا. فانا جيت عملتها ريشير الايام اللي فاتت دي، ده برضو كان من ضمن مشروع تخرجي، يعني مشروع تخرجي عشان هو كان اترك اصلا وانا كان تنميه بشريه، فانا كنت واخده كل حاجه بقى ايا كان بقى الصدق السعاده الامانه. يعني ايه كان تنميه بشريه؟ التنميه البشريه هو مشروع تخرجي عن التنميه عامه، وانا اخترت التنميه البشريه. اوكي حلو قوي. وحبيتي توصلي من خلال ده انه التمييز العنصري ومفيش فرق بين الالوان وبين الناس وكده. بالظبط. يعني الجمال من جواكي انت، مش لازم يبقى لونك، الانسان هو انسان ايا كان لونه ايا كان فرق اي حاجه يعني. طب نقدر نقول انه الفن يعني مصدر من مصادر السعاده بالنسبه لك؟ طبعا هي اكيد ان شاء الله يعني. طيب الديكوباج بقى، ندخل في الديكوباج، يعني رحلتك مع ايه؟ هو بقى مش ديكوباج بالاخص. يعني انا بعمل اعاده تدوير بس مش بالديكوباج، انا برسم يعني برسم من A to Z الحاجه تبقى عندي، يعني الديكوباج بيبقى بتجيب قطعه قديمه، قطعه اساس قديمه وبزينها اغير من شكلها. انا بقى برسمها من اولها لاخرها، يعني باخدها بنضفها خالص من اي حاجه قديمه ايا كان بقى صنفره خشب كده، وبعد كده بعيد تدويرها بالرسم مش بالديكوباج، يعني مش بالطباع، بالرسم. تمام. طيب يعني احنا كنا برضو عرفنا موضوع الترابيزه اللي انت كانت قديمه وشقلبتيها وعملتي فيها اشكال حلوه قوي باعاده التدوير، بلاش الديكوباج. اعاده التدوير وهي معانا على الشاشه. ايوه. احكي لنا طيب قصه الترابيزه دي. الترابيزه دي
انا اصلا كان حد كان قايل لي على فكره ان انا نعمل حاجه فن شعبي، وانا رسمت سكتش كده مبدئي فن شعبي كسكتش رصاص وايه، وقلت يلا ننفذه على اي حاجه. السكتش ما يعني ما عجبش قوي، بس انا ببقى مؤمنه قوي بالحاجه اللي انا بعملها، يعني لما انا رسمت السكتش ده انا شايفه منه هيطلع منه حاجه، فخلاص مش مشكله هو ما عجبكيش هي بتبقى اذواق. فانا قلت ايه، لا انا هنفذه وهنفذه بقى على سكيل كبير. فكان عندنا ترابيزه، رحت انا ظبطتها خالص ان هي تبقى يعني جهزتها للرسم خالص، واشتغلت عليها ورسمت عليها. وكان عندي كرسي، ده كان كرسي مطبخ قديم برضه، صنفرته وهيئته خالص للتلوين والرسم، وخليتها ان هي تبقى ترابيزه وكرسي، وقلت احطها عندنا في الاوضه يعني حاجه حلوه هتفرحني انا مختلفه. لما نزلتها بقى على السوشيال ميديا انا اتفاجئت اصلا من رد فعل الناس، يعني من ناحيه ان السكتش ما كانش عاجب اصلا، بس لما حولتيه الواقع بقى شكله مختلف، بقى شكله حاجه ثانيه خالص. هو عامه الفن بيبقى وجهات نظر واذواق، فمش لازم يعجب كل الناس، مش يعني ما اعتقدش. طيب بما انك بقى وانت صغيره شجعوك على الرسم، احنا بنشوف الاطفال بيقعدوا يرسموا على الحيط فبيتزعق لهم، يرسموا على مش عارف ايه، بنشيل من ايديهم الاقلام كده. ده غلط. يعني سيبهم يرسموا في البيت. لا بس الحيطه هتبوظ يا الاء، في ايه؟ ما احنا بقى نحط لهم مثلا ورق كانسون ونعلقه ونسيبهم ينطلقوا براحتهم. حلوه الفكره دي والله، ممكن يعني منها ان احنا ننمي مواهب الاطفال يعني، وفي نفس الوقت ما نبهدلش البيت يعني. ولا انت لو الاوضه بتاعته هنحط ان احنا نعود ان الاوضه بتاعته الحيطه كلها نملاها ورق فاضي ابيض عادي، وعلى قد طبعا طوله ان هو هيبقى صغير فمش لازم تمليها للاخر، وهو هيلون وهيشخبط ويطلع ابداعاته، وهيبقى بالنسبه له هيسيب حتى الموبايل والايباد والحاجات دي وهينطلق في حته الرسم، ولا انت هيجوز منك حاجه ونمينا ابداعه. يعني انت شايفه ان الاطفال من صغرهم لو شجعناهم على الرسم والتلوين وكده ده ممكن ينمي جواهم مواهب طبعاً كبيره جدا. طبعاً. طب لو يعني منعنا الموضوع ده بيأثر حتى لو الشخص او الطفل عنده موهبه من صغره؟ طبعا اكيد بيأثر. يعني احنا لما نقول للطفل من هو صغير اللي انت بتعمله ده غلط غلط غلط، لما يجي يكبر ويدرك ويعي شويه هو بيعمل ايه، هيبقى بالنسبه له في حاجز خوف كبير جدا ان هو اصلا يفكر ويبتكر. صح ساعتهم على الابتكار بالظبط. ما هو المفروض احنا اللي نفكر نفتح لهم بيئتهم ازاي، مش احنا اللي نقفلها ونقول لهم هم اللي يشوفوا ولا يروحوا مش عارف ايه ولا يرسموا فين. مظبوط صحيح. طيب بما ان الترابيزه دي نجحت معاكي النجاح ده، فكرتي تكرري التجربه تاني في حاجات كبيره بقى وترسمي على مساحات؟ بس يعني طبعا يعني الموضوع واخد بالنسبه لي ريسك شويه، بس يعني ده فعلا كان من اهدافي ان انا ابدا ارسم بقى على مساحات كبيره وعلى الحيطان وكده، وخصوصا الصراحه انا ايام المدرسه عشان كنت متميزه قوي في الرسم كانوا بيخلوني ارسم على حيطان الفصول. فبالنسبه لي انا اللوح، فاكره اللوح اللي احنا كنا بنعملها؟ يعني كانت ايام حلوه والله. كنا بنزوق الفصل وكده، وكان بيبقى في مسابقه ما بين الاطفال ان هم كل واحد يعمل، اللي هيعمل خريطه، اللي هيعمل رسمه. أيوة. صح حاجه طبيعيه كده، منظر طبيعي. لو عايزه ترجع ارجع، احنا قاعدين. انا نفسي. كملي يا الاء. فبس من وقتها بقى وانا اصلا الموضوع فعلا في دماغي، بس يعني لو خدت الفرصه انا اعمل كده هعمل اكيد. طيب احنا كمان عرفنا ان انت بترسمي على القماش او الهدوم، ودي يمكن حاجه احنا قدامنا هو فيديو ليكي وانت بترسمي على القماش. الفتره دي في اتجاه كبير قوي على جواكت الجينز، وان هم يرسموا شكل فنانه معينه. أيوه. او يكتب اسم معين او كده، يعني الموضوع ده منتشر قوي. ازاي بقى اتعلمتيه، وهل يقدر اي حد عادي زينا كده ما عندوش موهبه يقدر يعمل كده؟ هو اصلا يعني حتى لو رسومات بسيطه هي انت ممكن تعملي اللي في دماغك، يعني ان انت عايزه تزيني حته معينه او تغيري شكل حاجه معينه، يعني سهل حتى لو مش لازم رسومات معقده. يعني هي دي اصلا مجرد ورده. ورده في الجيب اللي ورا، ما كانش ما رسمتش حاجه صعبه او رسمت بورتري او عملت اي حاجه من دي. حلو. فانا اتعلمت ازاي، هو الموضوع برضو ان انا بعرف ارسم، فانا ما حطيتش في دماغي غير ان انا اجيب الوان قماش. يعني القماش ليه الوان معينه؟ طبعا. دي سهله ان احنا نجيبها من اي مكان. موجود في اي مكان. طب اللي ما بيعرفش يرسم وعايز يعمل حاجه على يعني يعتبر اعاده تدوير، مثلا حاجه متهالكه عنده بدل ما يرميها ممكن يستخدمها بشكل مختلف، يعمل عليها رسمه سواء شميز او جاكيت جينز او كده، يقدر يعمل كده؟ يقدر يعمل كده. ازاي؟ الموضوع سهل بحته ان زي ما قلت لك هو حاجه انت هترسميها حاجه بسيطه. ماشي، اهم حاجه يبقى معاكي بس هي الوان القماش، علشان لما تيجي تغسليه او تيجي تستهلكيه والالوان دي ولا تقشر ولا يجرى لها حاجه. كل اللي انا بعمله بعد ما بخلص الرسمه مثلا
بحط عليه هيت مكوى عشان تطبع او تثبت. هي تثبت، هي مش هتطبع، هي تثبت. وبعد ما تثبت خلاص بقى انا دخلت دلوقتي الغساله، الالوان هتفضل بنفس الكواليتي بنفس كل حاجه. حتى لو عملتي شويه دوتس، لو عملتي ورد صغير، يعني مش لازم تبقى حاجه عظيمه، اللي في دماغك تقدري تغيريه براحتك، وفي نفس الوقت مش هيجرى حاجه. دي حاجه حلوه قوي يا عمرو، ان حتى الناس وهي قاعده في الحظر ممكن يسلي يلونوا بقى لبسهم القديم ويلونوا على لبسهم. صحيح بالظبط، ما كلها مشروع كمان، كلها مواهب. اه والله فكره اساسا هو دلوقتي الناس بتروح للحاجه المفرده، يعني اللي مفيش منها تاني. فمش هجيب مثلا، ممكن تيجي تشتري بنطلون في منه 20 او 30 او قطع او منتشر. صح. يعني تقولي لا، انما لما تجيبي وتعملي بايدك انت ده هيختلف. صح. كنت بتقولي لي يا الاء انك فنانه صاحبه رساله، صحيح؟ ايه الفرق بين الفنان صاحب الرساله والفنان اللي مش صاحب رساله؟ اعتقد ان الفنان لازم يبقى صاحب رساله. يعني مفيش حد يعني انا بالنسبه لي الرسم زي ما حد بيكتب مثلا مذكراته قبل ما ينام. انا بالنسبه لي هي حاله، يعني انا مبسوطه بعبر برسمي، ده حاجه مفرحاني بعبر بيها برسم، لو انا زعلانه بعبر بيها برسم. حتى مش كل حاجه بنزلها على السوشيال ميديا، في حاجه بتبقى ليا انا لمجرد بس تبقى راحتي النفسيه، ان انا اطلع الطاقه، اطلع حاجه مضايقاني، اطلع حاجه بسطاني في رسمه، بدل ما هي يعني وسيله تعبير. بدل في ناس بتعبر بيها بالكتابه، انا بعبر بيها بالرسم. طيب بس الاء، يمكن احنا عرفنا ان انت شغلك او طبيعه شغلك مع الاطفال. مدرسه رسم، صح؟ بتعلميهم ازاي يرسموا. واحنا صغيرين كانوا بيدونا السكتش، وكنا بنرسم ورده، سمكه، حاجات بدائيه قوي، ما كانش بيبقى فيها تنميه مواهب حتى لو الشخص موهوب في الرسم. هل انت بتقدمي رساله مختلفه معاهم، او بتعلميهم من زاويه مختلفه رسومات معينه؟ بتشجعيهم ازاي؟ وهل بتساعديهم في فتره الحظر ان انت تتواصلي معاهم، تسلي نفسك وتسليهم وتفيدوا بعض، ولا لا؟ هو من ناحيه الوسيله اللي انا بتعامل بيها مع الاطفال، دايما الاطفال بيبقى ليهم رؤيه تانية غير اللي احنا شايفينها. فمثلا انا بيبقى عندي دايما طبعا غير بقى المنهج الكراكلم اللي انا ماشيه عليه، اللي هو مثلا معرفه الالوان والاشكال والكلام ده كله والقواعد اللي هي بتاعه الرسم عموما، بيبقى لازم يبقى في عندي سيشن ارسم من وحي خيالك، ارسم اللي انت شايفه في البيت، ارسم بابا، ارسم ماما، ارسم ان انتوا رحتوا جاردن وشايفين فيها ايه، النهارده يوم ساني داي، فدام ساني داي يبقى انت هترسم شمس، هترسم ورد، هترسم طيور، هترسمها ازاي؟ فبسيبه حتى في وقتها يبدا زي ما بيطلع، يعني مش لازم يبقى بطريقه معينه. وفي طبعا ستودنتس اطفال يقولوا لك ايه، طب انا مش عارف ارسم دي، فانت في وقتها بقى بتساعده. بتساعده؟ اساعده. طيب العصفوره عندها كم جناح؟ فيقول لي اثنين، يبقى نرسم جناحين. العصفوره عندها جناحين. يعني بتتواصلي معاهم من خلال الرسم، او بتتكلمي معاهم من خلال الرسم، بس لازم هم اللي يجاوبوا، يعني مش لازم ان انا اللي اقول لهم لا هو العصفوره كده كده جناحين. لو هم شايفينها جناح واحد، يبقى هم شايفينها من الجنب. زاويه وجهه نظر بتحدد يعني مواهبهم وقدراتهم. طب انا كنت برده حللين انا بقى وانا صغير. انا هموت اشوف رسمك انت بس بعد ما اخلص سؤالي ده. والله برسم حلو قوي. كانوا زمان كان دايما نرسم احتفالات حرب اكتوبر. كنت دايما ارسمها حرب فعليا. كلنا كنا بنعمل كده، مش بجد؟ طبعا الدبابه والناس بتضرب والعلم والخوذه. صح. ايوه، ما هو طبعا على حسب انت وعيك في وقتها. كان الشمس فوق طبعا، حرب اكتوبر. حرب اكتوبر يعني حرب، بس ده شيء طبيعي. وجنود، فانت عارف ان الانتصارات يعني احنا اللي كسبنا، فانت بتخلي العدو ميت على الارض وانت ماسك العالم في الاخر، صح؟ بنعمل كده، فده انتصارات كده. يبقى احنا اطفال طبيعيين. يعني احنا كويسين. نورتينا يا الاء، نورتينا جدا. فقرتنا خلصت بسرعه للاسف. جدا، بس يعني احنا ايه، اكيد هيكون لنا لقاءات تانية معاكي، وبنتمنى لك التوفيق في اللي جاي، وخدي بالك من ولادنا الصغننين. شكرا يا نوران. شكرا يا عمرو. طبعا احنا كده الساعه الاولى في انبوكس خلصت، هنخرج لفاصل ونرجع نكمل معاكم انبوكس بعد المداول، خليكم معانا. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ونبدأ فقرتنا إن بوكس بعد المداولة اللي بيشرفنا فيها المستشار أحمد فوزي حجازي، علشان يقول لنا مجموعة من المعلومات القانونية ويجيب على كل أسئلة السادة المشاهدين اللي ممكن يكونوا محتارين فيها. منورنا سيادة المستشار. ازيك يا استاذ أحمد، عامل إيه؟ الأخبار؟ ربنا يخليك. تمام. طيب احنا النهاردة هنتكلم عن النفقة الزوجية، وطبعا ده موضوع يمكن بيهم ناس كتيرة جدا. تمام. وخصوصا الزوجات والسيدات. تمام. في الأول نعرف الناس إيه هي النفقة الزوجية. النفقة الزوجية هي نفقة واجبة على الزوج
نتيجة احتباسه لزوجته في بيته. يعني الزوجة النهاردة هي مش احتباسه يعني حبسها، عشان ده اللفظ المصطلح اللي احنا بنقوله القانوني او الشرعي. الزوجة النهاردة قاعدة في بيت الزوج، لازم على الزوج ان يوفر لها مأكل ومسكن وملبس، فده حق للزوجة طالما في زوجية ومسلمة نفسها ليه. يعني الزوجة النهاردة سلمت نفسها للزوج، فخلاص هو وجب عليه انه ينفق عليها نتيجة انها في بيته وفي طاعته. فدي باختصار شديد جدا النفقة الزوجية. طيب احيانا كده بنسمع مصطلح يقولوا نفقة متعة او نفقة، مجرد كلمة نفقة بس، هي النفقة فيها انواع؟ طيب حاضر. شوف هو انا اختلف الكلام اللي حضرتك بتقوله ده بيقولوه قانونيين نفسه، ولكن انا لما نيجي نتكلم بقى قانون صرف، المتعة ليس نفقة، ولكن اغلب كل المحامين بتلاقي تكتب في عارضتها نفقه متعه، وكل الناس زي ما حضرتك قلت يعني. انا بقول لك يعني انت 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 ماشي مع الكلام مصطلح دارج بنسمعه الصراحه، ولكن كلمه نفقه ما تنطلقش على المتعه. العده نفقه، ولكن المتعه حق للزوج اثناء زواجها؟ لا، ولا بعد طلاقها؟ بعد طلاقها. بعد الطلاق. ما هي في عندنا النفقه الزوجيه، تمام، دي المأكل والملبس والمسكن، دي حق للزوجة أثناء الزوجية. طب الزوجة اتطلقت، هتاخد حاجة اسمها متعة وعدة والمؤخر، دي الثلاث حقوق، لأن وقتها خلاص سقط عنها حقها في النفقة الزوجية، وبقينا بنصدد بنتعامل على أساس أنها مطلقة، فليها ثلاث حقوق: مؤخر، المؤخر ده اللي مكتوب في قسيمة الجواز، تمام، والعدة اللي هي استبراء الرحم، تمام، والمتعة اللي هو متعتها نتيجة جبر الخاطر أو جبر خاطر التطليق، لأن المرأة في التطليق يعني متأذية صحيح، تمام، فبيبقى في حاجة اسمها جبر الخاطر فيه. في دي. طيب إزاي أقدر أحسب النفقة للزوجة؟ تمام. شوفي، حساب النفقة للزوجة بيختلف من شخص لشخص، يعني بيختلف من زوج لزوج حسب يسر وعسر الزوج. يعني احنا القاعدة الشرعية في النفقات كلها، تمام، لان الزوجة ليها اجر خادم واجر واجر رضاعة للزوجة شخصية، بخلاف احنا كل الكلام ده نتكلم على النفقات الزوجية. في نفقات للولاد كمان غير نفقات الزوجية خالص، ما دي لسه هنتكلم عليها. تمام. فازاي بنحسب زي ما حضرتك قلتي النفقات الزوجية؟ حسب يسر وعسر الزوج. بمعنى ايه حسب يسر وعسر الزوج؟ يعني زوج دخله، ونحط قوسين بين دخله ومرتبه، لان انا ممكن يكون مرتبي 10,000 جنيه، تمام، بس دخلي 50,000. القاضي هنا بياخد على الدخل، على اجمالي دخلك، بياخدش على المرتبة. معلش يا استاذ احمد، يمكن النقطه دي مهمه جدا، لانه طبعا تقريبا معظم الناس اللي بتطلق الزوج ما بيعلنش عن مرتبه الحقيقي، ولما المحكمه بتحكم بتروح تاخد لها 500 جنيه ولا 600 جنيه وهي عندها عيال وعندها مصاريف وعندها. ازاي نقدر نتحاشى الحته دي؟ شوفي حضرتك، هو هنا الزوجه يعني في الزوجات بتبقى ناصحه شويه، تلاقيها بعد ما اتطلقت مطلعها الاتش ار ليتر. لا، ويا ريت لو شوف الحساب اللي بتيجي للزوج جايباها مصوره من كل حاجه كوبي كده، ويعني يعني يعني بيبقوا عاملين حسابهم، عاملين حسابهم مصحيح. في ناس وفي ناس لا طبعا، وفي ناس ما يعرفوش حاجه، وفي ازواج نفسهم يعني. شوف انا ضد ده، ضد ان الزوج اللي يخبي، وضد الزوجه اللي تبحث، لان العلاقه الزوجيه علاقه محترمه جدا، فاحنا مش داخلين يعني نتخانق او نتبارى او نتنافس مين يقدر يثبت على مين حاجه، ولكن ده بيحصل. بيحصل، وعشان كده حتى يعني احنا مجتمعنا الشرقي يعني في بعض العادات والتقاليد، سواء حتى مسلم او مسيحي، فيها ود وادب وعلاقه، فيها تراحم، وفي علاقات اسريه بتحكمنا مش زي الغرب، فلازم يعني نبدا بهذه المراحل الاول قبل ما ندخل المحكمه. ولكن خلاص دخلنا المحكمه واحنا بصدد ان احنا جوه المحكمه، تمام. الزوجه النهارده بتحسب او القاضي بيحسب الفلوس دي ازاي؟ القاضي ليه كذا حاجه بيعملها. طيب حضرتك بتقولي مفردات مرتبه، ما ممكن ما يبقاش ليه مفردات مرتبه. ممكن رجل اعمال،
عنده هو نفسه صاحب المال او صاحب مشروع او راجل فاتح بقاله فاتح سوبر ماركت فاتح محل ايا كان مفيش مفردات هيجيبها منين؟ فدي ما دي ما لها احنا اسهل وقع بالنسبه لنا او بالنسبه للقاضي الموظف اللي عنده مفردات مرتب. ليه؟ القاضي بيطلب مفردات مرتب او مش القاضي اللي بيطلب دايما محامي الزوجة أول حاجة بيروح لما بيبقى عارف الزوج بيشتغل فين طبعا دي بنسبة 99% لا والله في حالات ما بيبقوش عارفين يعني يقول لك ما اعرفش جوزي بيشتغل فين تخيل بتيجي يعني ولكن طبعا الأغلبية العظمى الناس ما بيبقوش عارفين بيبقوا عارفين زوجها بيشتغل ايه فبيطلب مفردات المرتب تمام أنا هنا يعني من خلال البرنامج عايز أنصح الزوجات تمام وبحاجة تقولي للمحامي ما تطلبليش مفردات مرتب الشهريه انا عايز اجمالي دخله السنوي حلو جدا ليه ده تحسب ازاي هقول لحضرتك ماشي. انا النهارده حضرتك لما بيجي في اغلب المصالح اللي فيها مصالح حكوميه او غير حكوميه بيبقى مفردات المرتب ضعيفه جدا ولكن بياخد 6 شهور كل سنة أو شهر قدام شهر بياخد بدلات ما أعرفش إيه أو بونس مثلا على مجمل المبيعات اللي عملها لو بيشتغل في شركة عقارات فأنا عايز إجمالي الدخل أنا النهاردة لما يجي لي إجمالي الدخل أنا ممكن أكون مرتبي 2000 جنيه واقع أنا باخد 7 لأني باخد شهر قدام شهر وباخد ما أعرفش في شوية تفاصيل كده في كل شغل الناس فهمها كويس كده فأنا لو طلبت المفردات جهة العمل هتبعت لي حاضر مفردات أحمد الشهرية رقم كذا لا إجمالي الدخل هيجي يقول لي إجمالي الدخل السنوي السنة اللي فاتت خد 200,000 جنيه عبارة عن مرتب شهري كذا بدلات كذا فلوس كذا يعني أديك مثال في الحكومة مثلا أستاذ جامعة بياخد مرتب ياخد بتاع تصحيح بدل حضور امتحانات بدل يعني في مجموعة فاحنا عايزين ناخد كل ده ندخله جوانا عشان القاضي اللي بيحكم يبقى شايف اجمالي دخل الراجل ده ايه وناخد مثلا نلاقي ان الاجمالي ده 200,000 جنيه النسبه بتبقى كام بقى للسوق مفيش نسبه هرجع لك في الحته دي انها مهمه قوي ناخد مثلا المبلغ طلع اجمالي الدخل 200,000 لكن لما تيجي تبص تلاقي ايه ده هو مرتبه الشهري 5000 جنيه 5000 في 12 ب 60 لكن اجمالي دخله السنوي بالبدلات وبقى 200 فانت المفروض تقول للقاضي القاضي مالوش دخل القاضي الورقه اللي هتجيله هيحكم بيها تمام تقول للقاضي لا انا عايز باجمالي الدخل السنوي عايز تصريح من المحكمه عشان ده بياخد بيه تصريح من المحكمه وجهه العمل بتنفذ طبقا للتصريح المكتوب بالمحكمه تصريح من المحكمه باجمالي دخل س ص ع سنوي سنوي يجي بقى نعمل ايه خلاص انت بتاخد 200,000 جنيه هتقسمه على 12 تمام هيبقى في حدود الرقم اللي هيطلع 15,000 20,000 فشوفت انت عليت دخل حاجه تاني الراجل الزوج عنده مشروع تجاري زائد دخله شريك في مصنع شريك في شركه والده كان رجل اعمال غني توفى بدا يبقى يكون هو شريك جوه الشغل ده اقوله اديه للقاضي لان النهارده ده بيدخل بيزود دخله دكتور عنده عيادة إضافية غير راتبه في مستشفى أو في جامعة أو في معهد تعليمي أو في مستشفيات تعليمية ويعني هيدخله كل ما هو تقدر الزوجة تدعم بيه موقفها إن الزوج عنده شقة بيأجرها مفروش تدخل الكلام ده لأن الكلام ده كله القاضي بيبص عليه فبيدي حسب يسر وعسر الزوج فاستحالة القاضي يلاقي واحدة واحد دخله مثلا في الشهر 20,000 جنيه هيديله زي اللي دخله 2000 جنيه. صح. تأكيد هتختلف. فعشان كده زي ما بقول لحضرتك الزوج الزوجه النهارده تقول للمحامي يعني اكيد المحامي راجل فاهم طبعا وبيبقى فاهم الحاجات دي بس زادت الايه؟ يعني الست ما تنساش حاجه. اي حاجه جوزها بيمتلكها او في دخل طبعًا. معين تذكره للمحامي عشان تاخد حقها النسبه بتاعتها عشان تاخد حقها طيب هنا بقى النسبه وخدي بالك من نقطه يمكن الرجاله تزعل مني عايز اقول لهم حاجه ده يمكن ربنا رزقك برزقها صحيح يعني دائما ابدا احنا الارزاق اللي بيستوعب الحياه ببساطه شديده جدا ويبقى متصافي مع ربنا احنا بنرزق بارزاق الاخرين يعني بنرزق برزق ابنائنا بنرزق برزق الزوجه نفسها يعني من سبب من اسباب زياده الرزق قال لك الزواج ده باب من ابواب زياده الرزق
فاذا انت ما تقولش انا اقول لها كل حاجه، لا ده شرعا حتى ده حقها، ده رزق. انت اعتبرها اختك النهارده، ما انت بترضاش لاختك غير كده. فحته انك تصرف عليها، وتصرف عليها يا سيدي من الرزق، وانت اللي بعت الفلوس، ده ربنا اللي بعتها، ويمكن تكون هي السبب، رزقها هي ربنا بعته لك عشان توسع عليها. فما نزعلش قوي من ان انا بوضح. لا وضح براحتك يا استاذ احمد. عشان بس يعني ندي كل ذي حق حقه. تمام. طيب لو قلنا انه رفعت الدعوه في تاريخ معين، هل المحكمه هتحسب لي النفقه من قبل تاريخ الدعوه ولا من ساعه ما رفعت الدعوه؟ باثر رجع يعني؟ طيب شوف، احنا هناخد السؤال ده مع السؤال الثاني اللي هو ازاي نسبه النفقه، او يعني حسب حساب النسبه. حاضر. شوف، في خطأ شائع جدا 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 عند بعض الناس، ان يقول لك القاضي بيحكم بنسبة من الدخل. ده غير صحيح قانونا تماما. القاضي لا يحكم بنسبة، يعني ما تجيش تقول لي لو دخل الراجل ده 10,000 في الشهر، القاضي يحكم ب 25% من المرتب او من الدخل. لا، الكلام ده غلط، لكن الكلام ده بيتقال كتير جدا. يعني انا يعني بسمعه، دي حقيقة، وبسمعه بطريقه، وبسمعه من ناس فاهم. تمام. هذا الكلام خطا. امال ايه الصح بتاعه؟ الصح بتاعه زي ما اتفقنا، احنا لسه قايلين ان ممكن يبقى دخل الراجل من شغله 10,000 جنيه. تمام. وعنده مشروع تاني. يعني ايه عنده مشروع تاني؟ وارث، عنده بيزنس خاص بيدخل له حاجات، بقى اجمالي دخله 20,000 جنيه. الارقام اللي هقولها ارقام نسبيه، مش ارقام حد شخصي. أيوه. مش، لا مفيش ثبات. حسب كل مبلغ. ده انت ممكن تلاقي محكمه مدينه نصر ادت حكم في واقعه بالظبط، واحد دخله 10,000، القاضي ادى هنا 1,000، وهنا ادى 1,500، وهنا ادى 2,000، والدخل ثابت في الثلاثه. فمفيش. تمام. لكن اللي عايزين نرجع له اللي هي النسبه اللي حضرتك قلت عليها. تمام. ايه هي؟ انا بقول لحضرتك دخلي 10,000 جنيه وعندي بيزنس اخر، زود دخلي الشهري بقى 20,000. فالقاضي جه لقى احمد دخله 20,000 جنيه، اداني 5,000 جنيه. تمام. محدش يقول ده الربع. لا لا لا، انا بضرب مثلا، اداني 4,000 جنيه عشان كده كويس، عشان ما حدش يحسبها. عشان ما حدش يحسبها، اداني 4,000 جنيه. هنا بقى اللخبطه جت من الحته دي، نسبه الحجز على المرتب مش نسبه بيديها القاضي. يعني ايه؟ يعني انا النهارده لما باجي اخد حكم بالنفقه، بروح لجهه العمل انفذ. جهه العمل تقول لي لا، ما اقدرش انفذ لك بال 4,000 جنيه دول، لان مرتب احمد 7,000 جنيه. في ضرائب بقى؟ لا لا لا، ولا ايه؟ لا مفيش ضرائب. يجي يقول لك ايه، انا طبقا لقانون العمل لا يجوز ان انا احجز على اكتر من 50% من مرتب العام. فهنا النسبه جت من كده، لان النسبه في القانون ليها شرايح. لو الاب لوحده بياخد من ابنه كذا 25، نزود 35، زوجه وابناء، بنوصل لغايه ما نوصل 50% ممكن تحجز من مرتب الموظف. طب انا النهارده مرتبي 7,000 جنيه، ال 50% الحد الاقصى بتوعي 3,5. طب انا واخد 4، المحكمه مديالي 4 من دخلي. تمام. اخد من شغلي 3,5، والنص ابدا احصله بطريقتي بقى، دعوه، حبس، اعمل اللي انا عايزه. فعشان كده الناس بدات تتلخبط بالنسبه الحجز على المرتب، وليها نسب مشرحه في قانون العمل 25 30 35 40، نوصل ل 50. وبين قيمه النفقه، النفقه ملهاش نسبه. يعني القاضي لما بيحكم ما بيحكمش بنسبه. يعني هو بيحكم بشكل تقديري، بشكل تقديري، بيقدر الحاله. لان في نقطه تانية، ولما بيجي يحسبها بيحسبها ازاي برضه عشان الناس تبقى فاهمه، ما نقدرش نقول اللي ليه ما نقدرش نقول كده؟ عشان بس الناس ايه لما بتفهم بترتاح. ليه ما نقدرش نقول القاضي يحكم بخمسه؟ واحد يطلع يقول لك ده ظلم. هو انا هسيبها لكل قاضي يحط رايه؟ مش ظلم لما تسمع الكلام ده. ليه؟ هو انا النهارده لو جيت قلت اجمالي مرتب او دخل الراجل 50، يعني هندي منه 25%، لو اعتبرنا القانون بيقول كده وهو ما بيقولش كده. تمام.
هو ده هتقدر تحدده ازاي؟ اصل انت القاضي كمان النهارده بيشوف اجمالي دخلك 20,000 جنيه. تمام؟ فبيعمل ايه؟ في زوج تاني بيصرف على ابوه. في زوج بيصرف على امه، بيصرف على اخواته. فالقاضي بيعمل توازن ما بين المصاريف اللي على الراجل، في زوج تاني واخد قرض شقه بيتخصم من فلوسه، كل ده بقى الناحيه التانيه بقى كل ده هيقل. طب معلش، ما ممكن واحد ما يكونش بيصرف ويجيب ورق يثبت ان هو بيصرف، يعني نوع من انواع الغش او التزوير. النهارده القاضي مش يعني بيحكم بورق. هو هيجيب ورق، يعني هيجيب ورق منين؟ هيدور ورق عليها هي بقى الزوجه بمحاميها انهم يثبتوا ان الورق ده مش صحيح. يعني ما هو القاضي النهارده كل ورقه هتتقدم له مش هيقع. انت كقسم من حقك تقولي تتعاني في صحتها وتقولي ده وتثبتي ادعائك. لكن القاضي مش عايش معاك الحياه عشان يقدر يقول لا، يقدر يقول الورقه دي صحيحه او مش صحيحه الا اذا كانت ورقه رسميه. ده بعض الحاجات اللي انت فتحتي موضوع مهم. بعض الناس بتجيب مفردات مرتب مضروبه. ما بالظبط، ما بتكلم في كده، انه ممكن يتوالث مثلا مع اي شخص. بس هنا دور بقى ايه؟ دور الزوجه بمحاميها. تبقى واقفه فاهمه عارفه مركزه، وبنشوف ده يعني الزوجات بيبقوا مركزين جدا. لا بجد دي حقيقه. طيب كده احنا خلاص عرفنا المشاهدين حساب النفقه ان هي ما بتبقاش بالنسبه، حسب تقدير كل قاضي للحاله بالظبط، حاله الزوج وحاله الزوجه واولادها وكده. النسبه نسبه حجز على مرتب الزوج وليس نسبه تقدير قيمة النفقة اللي بيحكم بيها القاضي الشهرية أو النفقة أيا كان. تمام، احنا لسه مكملين مع حضرتك. طبعًا. لكن هنطلع لفاصل قصير ونرجع نكمل انبوكس بعد المداولة مع المستشار أحمد فوزي. ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين فقرتنا انبوكس بعد المداولة مع المستشار أحمد فوزي حجازي، بيكلمنا عن النفقة الزوجية. طيب أستاذ أحمد، هنتكلم بقى عن حالة الزواج العرفي، هل تقدر الزوجة تطلب نفقة في حالة الزواج العرفي ولا لم يعتد به؟ شوفي، عايزين نقول في موضوع الزواج العرفي ده موضوع أصله شائك قوي. تمام، وموضوع ملخصه أي حقوق للزوجة في الزواج العرفي ما تدورش عليها. لا يثبت أي حقوق، لا تسمع أي دعوة، بخلاف إنك تطلبي دعوة التطليق أو الخلع. لكن أي حق ده من حقوق الزوج ده زمان، ده زمان، معرفش زمان ده بالنسبة لي يعني قريب يعني من كام سنة، أصلا ما كانتش القانون بيسمح إن الزوجة ترفع دعوة طلاق أو تطليق. هي كان ده تم التعديل مؤخرا، يعني في ان تسمع دعاوى. زمان الزواج العرفي ده كان يعني الزوجه نفسها متجوزه عرفي ومش عارفه تطلق ولا ترفع دعوه تطليق ولا ترفع دعوه خلع. معلش هسالك سؤال بس استاذ احمد في الحته دي، يمكن الزواج العرفي معروف نيته انه هما بيتزوجوا بشكل عرفي عشان ما يبقاش في حقوق للراجل على الزوجه لو عنده اولاد او متجوز واحده او مش يعني الوضع الاجتماعي، مثلا في وضع اجتماعي معين، فهل بيبقى في صعوبه في التطليق اذا كان هم اوريدي متجوزين بشكل شوفي عرفي؟ شوفي في القانون الحالي نستطيع ان نرفع دعوه تطليق عن زواج عرفي. قبل كده ما كانش ينفع. تمام؟ ويستطيع ان احنا نرفع دعوه خلع. وخلينا نقول ان مش كل الزواج العرفي غلط. مش كله، بس في ظروف معينه في ظروف بتحكم الناس في موضوع الزواج العرفي ده، ممكن يكونوا اتنين كبار واولادهم ومش عايزين يضايقوا الاولاد. تمام؟ فبيتزوجوا زواج سليم جدا. مش عايزين ندخل في حته انه سليم ولا مش سليم، لان ده هيفتح بجانب اللي بيسمعنا من الصغيرين انهم يشوفوا ان الزواج ده ليه شروط، وهو شرعا يسال في دار الافتاء المصري لان هي المنوط بها هذا الكلام. تمام؟ ولكن ليس لا الزوج حق لا في متعه ولا في عده ولا في مؤخر ولا في نفقه زوجيه ولا في اي حاجه في الزواج العرفي. يعني الزوجه اللي رايحه تتجوز عرفي هي عارفه ان ملهاش حاجه. ولا مؤخر؟ ولا مؤخر. ولا اي حاجه؟ ولا متعه ولا عد ولا اي حق. هي رايحه واهبه نفسها للراجل كده بلوشي.
مفيش نفقة في الزواج العرفي. مفيش نفقة تماما، مفيش أي حاجة في الزواج العرفي غير التطليق، لو هي عايزة ترفع دعوة تطليق أو خلع يجوز، وهما الاثنين انا شايف انها ترفع خلع لان كده كده ملهاش حقوق فترفع خلع عشان الخلع يعني يخلق. فالزوج في الزواج العرفي تبقى عارفه الكلام ده، واعتقد اغلبهم بيبقى عارفين، وبياخدوا بقى احتياطات، تاخد منه شيك، تاخد منه ما اعرفش ايه، يعني الناس اللي بيبقوا داخلين بفكره معينه في الزواج العرفي بيبقوا عارفين عايزين ايه. صح. طيب هل يجوز المطالبة بالنفقة الزوجية بعد كتب كتاب بس قبل الدخول؟ يجوز. شوف، بزواج صحيح تمام، وإمكانية التسليم الزوجة لنفسها لزوجها، تسلم نفسها لزوجها تمام، يستطيع. يعني أديك مثال، انك تستغرب تقول لي إيه، ما أنت ممكن تلاقي شاب تمام داخل طالع على بيت أبوها وهم كاتبين الكتاب وعايش، ولقى الحياه لذيذه جدا، طب ليه بقى افتح البيت واجيبها عندي، ما انا يعني داخل طالع اكمل كده. يبقى في نفقه ساعتها ضروريه، لازم بقى من حقها اذا كانت الزوجه سلمت نفسها او تستطيع انها تسلم نفسها لزوجها وتقول له انا معاك، لازم تاخد نفقه له بمجرد عقد الزواج الصحيح. تمام. يعني مش لازم شرط النفقه، شرط من شروط النفقة الزوجية أن تكون لزوجة بعقد زواج صحيح. عشان كده بنقول بس مش عايزين نقول دي في العرف، وفي العرف بيبقى فيه لخبطة شوية. احنا ممكن نعمل حلقة عن أو فقرة عن العرف يعني، عشان برضه نوعي السيدات والزوجات. أنا بخاف بخاف أقول حاجة تفتح نفس حد، تبقى فيها حرمانية في حاجة، يكون حد ياخدها يستخدمها غلط. يعني برضو احنا المجتمع كل واحد بيفسر، لا دفع الضرر مقدم عن جلب المنفعة. احنا عايزين نوعي الناس من اخطار او اضرار الزواج العرفي، زي ما اتفقنا ملهاش اي حقوق. والزوجة اللي تدخل عليه لو ما عندها الظروف قاسية، يعني اقول لك على مثال، كتير قوي من الزوجات بتتجوز عرف عشان انت معاشها ما يسقطش، وعشان اولادها ما تتاخدش منها. وهذا امر لازم يبقى فيه وعي، ثقافه معرفه وثقافه وفقه ديني عند الناس، لازم يسال هنا راي الدين. هو انا النهارده لو بعمل كده وباخد حق مش حق، ما هي الدوله قالت لك وانس انك انت تزوجتي تسقط معاشك او تامينتك، تامينتها بتاعت جوزها او طب انت النهارده بتتحايل على القانون، ده حلال ولا حرام؟ ما انت لازم تروحي دار الافتاء قبل ما تاخدي قرار، لانك انت بتعاملي ربنا. انا ما بعاملش دوله، انا بعامل ربنا ده واحد، والدوله النهارده ما هو ده قول الامر، انك انت لو منزله قانون بره، على فكره مفيش حاجه اسمها يعني التامينات عندنا احسن من دول كتير في اوروبا، ان البنت تاخد لو ما بتشتغلش تاخد معاش تامينات والدها، دي مش موجوده في دول. بس الزوجه لما بتطلق بره بتاخد نص ثروه جوزها. طيب دلوقتي الزوجه قررت تطلق وترفع نفقه زوجيه او قضيه دعوه يعني في المحكمه، تمام، ايه هي الاجراءات؟ اجراءاتها سهله جدا وبسيطه جدا. الزوجه بتروح في جميع الدعاوي النفقيه، دعاوي الاحوال الشخصيه تمام القابله للصلح، تمام، يعني اللي نقدر نصالح فيها تمام، بتخضع للجنه اللي هي بنقول ايه تسويه المنازعات الاسريه. بنسوي النزاع عند خبير، بيروح يتقدم طلب، ده اجراء لازم تعمله اي واحده او اي واحد بيرفع دعوه احوال شخصيه. تمام، بتروح اللجنه دي بتجيب الاثنين تمام، وفي الغالب ما بيجوش بجد يعني فبتجيبهم، بس لازم ابدا الاجراء ده عشان القضيه بتاعتي ما تاخدش عدم قبول. جه وقدرت تصالح بينهم، كلام كويس جدا. لا ما عرفتش تصالح بينهم، اللجنه بتقفل الملف وبتحوله للمحكمه، والزوجه هنا بتبدا ترفع قضيتها عند المحكمه وتشوف طلباتها ايه وتبدا اجراءاتها عليها خالص ويحكم لها. هنا في نقطه بالنسبه للنفقات، في دايما حاجه عندنا في القانون اسمها النفقه المؤقته حتى للصغار، يعني احنا عايزين ندخل حته النفقات ندخل الصغار. ففي ناس بترفع نفقه تقول لك انا اقعد اخد في المحكمه نفقات، اقعد اعيش. على فكره موضوع النفقات بقى سريع قوي دلوقتي في المحاكم،
يعني اقدر اقول لك في خلال شهرين من رفع القضيه ممكن تكون واخد حقوق. وفي ميزه في النفقات انها بتنفذ من اول درجه، دايما الاحكام تنفيذها يبقى في الاستئناف. لا، الاحكام النفقات هنا بياخدوا حكم من اول درجه، واجبك النفاذ يعني تنفذ من حكم اول درجه. تمام؟ ده في حاجه تاني اظرف في النفقات كلها بشكل يعني النفقات، انك انت من حقك تطلبي في عريضه الدعوه حاجه اسمها نفقه مؤقته ويحكم لك بيها القاضي خلال 15 يوم من تاريخ رفع الدعوه. حلو قوي. وتنفذ هذه النفقه. والقاضي هنا لما بيجي يحكم بيحكم بالاحتياجات الضروريه اللي هيشوفها. يعني النهارده القاضي بيحكم بنفقه مؤقته ليه؟ لان عندنا في حكم بالنفقات حاجه، القاضي لازم يحكم بالنفقه. تمام؟ سواء نفقه اولاد او الا اذا كان الصغير عنده مال. الاصل ان اذا الصغير نفسه الطفل نفسه اللي بنطالب اللي الزوجه بتطالب بنفقه لاولادها مثلا عنده مال الاصل انه يصرف من ماله مش من ابوه. فدي حته مهمه، يعني لو واحد بياخد عنده دخل الصغير ده داخل له مال معين والاب ثبت انه ليه مال ما يصرفش الاب عليه. تمام؟ فاذا وجد ان الصغير ده ليس له مال زي ما بيوجد في 80% من الدعاوى المرفوعه الصغير ما بيبقالهوش مال. تمام؟ الاب ملزم بينفق عليه. فممكن نرفع دعوى نفقه مؤقته. النفقه المؤقته دي القاضي يحكم بيها خلال 15 يوم. طب بيحكم بيها ازاي؟ بيدي بيها الحاجات الضروريه اللي هيديها ايا كان. سواء الاب مش لاقي ياكل، ما هو انت النهارده الاب ملزم بكل الطرق انه هيصرف. يعني تقول لي دخله 1000 جنيه القاضي هيدي مبلغ، وهيدي مبلغ حسب الاحتياجات الضروريه للصغير. انما بقى هيدلع الصغير ويدي له فلوس كتيره حسب بقى دخله. فالقاضي هنا بيحكم بنفقه مؤقته تنفذ لحين ما يحكم بالنفقه الاصليه. وغالبا ابدا النفقه المؤقته دي ما بتقلش عن يا اما النفقه الثانيه بتيجي زيها يا اما بتيجي اكتر منها. ولو قلت بيحصل نقص. فمن حق الناس النهارده وهي بتطلب لو عايزه بسرعه، القانون قال 15 يوم يحكم فيها القاضي بنفقه مؤقته. والنفقات بشكل عام بيتحكم فيها وبتاخد صيغه وبتنفذ بالنفقه اللي بتاخدها بعد 15 يوم. وبكتير النهارده 3 4 شهور بتبقى واخده النفقه في قانون الاحوال الشخصيه والسرعه يعني. ناخد مجموعه من الرسائل اللي كاتبينها لنا جمهورنا على الصفحه. مانو محمد بيقول منزل مكون من 5 شقق وخمس محلات، مفيش حد ساكن ولا مقيم في المنزل ولا المحلات غير صاحبة العقار، السكان هاجرين الشقق من 20 سنة ورافضين الإخلاء، إيجار قديم. ربنا يقويك يا محمد. شوف قول له، هنقول له إيه؟ هنقول له مبدئيا طالما المستأجر بيدفع لك الأجرة ده دليل. أصل إحنا عندنا حالة من حالات الطرد اللي هو الطرد للترك. انا تركت العين. تمام؟ وقاعد بقى لي 20 سنه ما دخلتهاش، ما ده دليل على انت تركتها مش عايزها. محكمه النقض قالت لك ايه؟ قالت لك طالما الراجل ده بيدفع ايجار بيدفع اجره فهو نيته ما يتركش. اصل انا لو ترك حاجه اروح ادفع كل شهر او اروح دافع الاجره، ما كده النيه بتاعتي اتجهت الى عدم الترك. فعايزين نقول للسائل لا، طالما الناس دي ما بتدفعش بتدفع الأجرة تمام. اللي ما بيدفعش الأجرة اثبت بقى عليه بنية الترك وطلعه وخلاص. لكن أنا واثق إن أغلب الناس دي بتدفع أو معظمها هيكون بيدفع الأجرة. ولكن عندي حاجة أقولها له بقى، أنت اثبت حاجة تاني بقى. عندنا حالتين للشقق وحالة للمحلات. نفتح بيهم الباب شوية للناس أو ندي بارقة أمل. المستأجر اللي عندك لشقة استاذ محمد اسمه ازاي؟ مانو محمد. استاذ مانو، المستاجر لشقه عندك تتبعه. لو هو اشترى ارض وبناها اكتر من 3 وحدات سكنيه، وده هتلاقيه بما انه قاعد قافل شقته ممكن تلاقي حاله او اتنين عندك كده اشترى في المناطق الجديده وراح باني له بيت وباني له بيت اكتر من 3 وحدات سكنيه، تعمل ايه بقى؟ تبعت له انذار. تقول له يا سيدي الفاضل اديني شقه عندك في البيت الجديد اللي انت بنيته مقابل الشقه اللي انت واخدها. لو رفض بترفع دعوه طرد. وبيكسبها؟ بيكسبها. ان شاء الله. تمام؟ ده
حاجة. بالنسبة بقى للمحلات نقول له إيه؟ شوف المستأجر الأصلي. ممكن يكون مستأجر أصلي مات وولاده ما فتحوش العين وشغلوها بعد وفاته، ده يديك حق إنك تطرد. في المحلات، شوف إحنا إدينا مثال، إدينا واقعة للشقق السكنية تمام؟ وفي المحلات بنقول له شوف، لأن الولاد ما يفتحوش المحل، هو القانون قال لك إيه؟ يفتحوا ويجربوا، لو فشلوا في البيزنس ما أنا ممكن أكون يعني أبويا ده كان بيعمل محل نفخ طرابيش، مفيش حد بيعمل طرابيش دلوقتي. فتحت النشاط ومارسته وأقدر أغير النشاط بعد كده. لأنه فشل، لا دول قافلين النشاط خالص. هتيجي تقول لي إيه؟ الله، طب ومين هيقول إنهم قافلين النشاط خالص؟ بس أنت جبت تروح تجيب عداد كهرباء، إن عداد الكهرباء ده مفيش ولا حاجة فيه بقاله 10 سنين، إن الفاتورة يبقى ده مقفول ولا مفتوح؟ يبقى مقفول. بس يعني في أمور سهلة، وشهادة الشهود والخبراء بينزلوا ويسألوا. فيبقى الأستاذ مانو يدور ويبحث، لا ضاع حق وراء مطالب، ويبحث، لأنه أنا شايف إنه ده ظلم لهذا الشخص، إنه ناس قافلين له شققه، وهو يا عيني ممكن يكون الراجل ده مش عارف يتجوز عشان ما عندوش شقة. وعنده 20 شقة مقفولين. طب في حاجة بخصوص إيجار الشقق أو الإيجار، يعني دلوقتي ممكن شخص يكون أجر محل تجاري، يعني إيجار تجاري، وبيدفع لصاحب الملك مثلا 10 جنيه أو 20 جنيه بحسب الإيجار القديم، وهو نشاط المحل بتاعه بيدخل له ألوفات، بيدخل له يعني أرباح كويسة جدا جدا في الشهر. دلوقتي المالك ده يعمل إيه؟ القيمة الضعيفة اللي بياخدها من أيام زمان دلوقتي هو لسه بيحتفظ بيها، في حين انه اللي مأجر بيكسب فلوس كتيره جدا. هنا في حل يرضي الطرفين ولا القانون في صف المستأجر؟ حاضر. بالنسبه لسؤال بانو، احنا بنجاوبه على اساس ان كل الشقق دي مؤجره طبقا للقانون الاستثنائي مش القوانين الجديده، بس عشان يعني اوضح. هو اكيد بقى لها فتره. انا فاهم كده من السؤال على طول يعني. تمام، نرجع لسؤال حضرتك. سؤال حضرتك، شوفي اصلا في المحلات حصلت زياده اللي هي ايه؟ 3 امثال لغايه 8 امثال الاجره. يعني لو كنت حضرتك مثلا ومن 3 امثال 4 5 6 7 8 مثلا، مش مثلا، من 3 ل 8 امثال زياده الاجره، برضو ده رقم زهيد. هو دي الزيادة الوحيدة اللي حصلت، وبعد كده حصل 2% بعد ما نوصل للثمانية أو نوصل للرقم ده. طب إزاي بتقول محل ياخد 3 أمثال زيادة ومحل ياخد 8؟ حسب نشأة المبنى، في حسبة كده وجدول معمول في نشأة المباني. تمام، يعني المبنى اللي منشأ قبل 44 هياخد 8 أمثال، كل ما بنقرب في نشأة العقار، مش نشأة الشقة، العقار نشأته انت، العقار كله العقار مبني قبل 44، هناخد مثلا الأجرة 100 جنيه هتبقى 800، وبعد كده تزيد 2%، وبعد كده تزيد 1% ونقف بقى. تمام، ده أقصى حاجة القانون دلع المالك فيها. غير كده المالك القانون مع يعني، انت أصلا بتتكلمي من منطق العدل، مثلا واحد بيكسب له 100,000 جنيه في الشهر وبيدفع ايجار مثلا 100 جنيه او اقل كمان، ده اللي اغلس بقى. ده ممكن يكون اصلا مأجر المحل ده ب 20,000 جنيه وهو بيدفع له 200 جنيه، اصل حتى الثمن امثال ده الرقم اهبل. يعني انا من وجهه نظري لو كنت انت بتدفع 40 جنيه 20 جنيه 30 جنيه 40 جنيه في 8 في محل النهارده مش جايبين 400 جنيه، اسف يعني ثمن الكهرباء، ثمن الانترنت لو انت مدخل انترنت يعني. فهو قانون ما بياخدش بالمنطق اللي حضرتك قلتيه بالزياده، لان قانون العداله عمياء. طيب احنا لسه معانا اسئله كتير واستفسارات كتير كمان من الساده المشاهدين، لكن هناخد فاصل صغير ونرجع لكم نكمل كلامنا معاكم وان بوكس بعد المداوله، خليكم معانا. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل علشان نكمل انبوكس بعد المداولة مع معالي المستشار أحمد فوزي حجازي. هنرجع للأسئلة في موضوعنا النهاردة، إزاي بيتم احتساب دخل الزوج في قضايا النفقة؟ زي ما قلنا في أول الحلقة، هي مجموع، ده اللي قلناه في أول الحلقة، مجموع دخولك. يعني حضرتك عندك مرتب، عندك مأجر شقة، عندك مشروع، كل ده يعتبر مجموع دخلك.
القاضي لما بتطرح عليه كل الحاجات دي هو ده دخل، فبيدي بناء على ده ويشوف الزوج يجي يقول له ايه. اه فعلا انا دخلي 30,000 جنيه بس عندي والدتي ست مسنه وملهاش معاش وملهاش دخل وانا اللي بصرف عليها. انا متزوج من اخرى وعندي اولاد، او انا عليا احكام نفقات صادره ضدي في حتت حاجات تاني. فيبدا القاضي يعمل توازن ما بين اللي عليه واللي ليه. اصل هو ايه؟ لا يجوز ان يدار والد بولده، يعني او احنا بنتكلم عن الزوجه او عن نفقه الاولاد. ما يجوزش ان انا ابقى الزوجه او ابني عبء عليا، هو يعيش معايا في حدود حياتي. صحيح، نفس الامكانيات الماديه للوالد. اه فهو النهارده القاضي بيبص، لو لقى الكلام ده صح وصدق هذا الامر خلاص بيحكم، يشوف اللي باقي له كام. 10,000 جنيه، ما انت كنت بتاخد 30، لا ما في 20 طلعوا. وطلعوا القاضي ايقن انهم طلعوا. خد بالك قاضي الاحوال الشخصيه يعني متمرس قوي، بيبقى شاف كل يوم القضايا كلها والانواع، 100 حاله بنفس الدماغ بنفس الفكر يعني، فبيبقى عنده رؤيه كويسه الحمد لله جدا، فبيحسب بالطريقه دي. تمام. طيب احنا بعيدا عن موضوع الحلقه النفقه الزوجيه، يمكن في ناس كتير قوي بعتت لنا بخصوص مرتبات المدرسين في المدارس. تمام. يمكن الخاص. دلوقتي المدارس الخاصه طبعا تحديدا. لانه يمكن عارفين ان كل الدراسه بقت اونلاين والامتحانات بقت اونلاين، لكن اولياء الامور كانوا دفعوا المصاريف بشكل يعني مسبق من الاول، فيتيجي المدرسه الخاصه تقول للمدرس انا هدفع لك نص مرتبك، بخلاف الشركات التانية لأن في خسارة عليها سواء شركات البترول أو شركات الأدوية أو خلافه. لكن المدارس الخاصة إيه الخسارة اللي بتعود عليها عشان تدفع للمدرسين نص مرتباتها، وهل ده قانوني ولا لا؟ لا أنا شايف، شوفي خلينا نتفق على نقطة، موضوع كورونا موضوع مستحدث على العالم كله. تمام. إلى الآن أي قضايا لم ترفع. تمام. وخليني أقول لك في مثال اللي حضرتك ضربتيه أو السؤال بتاع المدرسة، هو غالبا المدرس ده هيخاف يدخل في قضيه، لانه لو دخل في قضيه هيمشوه من المدرسه، هيمشيه هيقول له بالسلامه اتفضل. ولكن النهارده صاحب المدرسه اللي بيعمل كده حرام عليه، ده انت النهارده معلش في ظروف كورونا دي انت وفرت تكييفات، احنا بنتكلم على مدارس خدت مرتبات خدت مصاريف كامله بالظبط، انا دفعت لاولادي المصاريف كامله والاوتوبيسات وكل الحاجات دي ما رجعتش. ده الاوتوبيسات ده موضوع تاني هنتكلم عليه برضه. تمام. انت النهارده خدتي مصاريف كامله، كنت بتجيب المفروض المدارس المحترمه كلينكس وصابون ومطهرات ونظافه و و و كله ده بند اتشال، الاداريات تصوير ورق الورق اللي بيصوروه للولاد اتشال، الكهرباء التكييفات اللي بتشتغل الميه، انت وفرت كتير جدا، وفرت مش هزار. صحيح. يلا وانت واخد مني انا كولي امر المبلغ كامل ما بتديهوش للمدرس، انت الوحيد اللي ما اتضرتش على فكره. يعني في مهن ما انضرتش خالص وفي مهن اتطحنت. طبعا. فانت النهارده تيجي على مدرس غلبان. هو كمان يعني خلينا نقول ايه، المدرس ده في بعض المدرس واحد يقول لك ايه المدرسين بيدوا دروس خصوصية، حتى الدروس يعني في مهن انضرت بشكل صحيح غريب. فعلا يعني وفي مهن يعني وحسن الله لكم في مهن يعني استفادت من ده او مش استفادت حظها، خصوصا اللي بيبيعوا الكحولات وال هو حظه كده يعني ليه، هو الراجل يعني ما هو اشتغل لانه الظروف دلوقتي في المهن هي كده. تمام. فانت النهارده المدرسه دي طبعا لا، لو واحد بقول له ارفع خش وقدم شكوى في مكتب العمل هتكسبها، بس الخوف ان احنا هنا يعني حتى القاضي النهارده لما هيجي يشوف في القضايا دي ان شاء الله اذا عرضت قضايا على المحكمه وان شاء الله ما تتعرضش حاجه والناس تبقى عندها رحمه ببعض. تمام. وتدي حقوق بعض. ولكن اذا عرض على القاضي، القاضي النهارده ده راجل قاضي يعني يستطيع ان ينظر للامر، انت كمدرسه خسرتي ما خسرتيش حاجه تديله مرتبه، في بزنس تاني خسر فعلا يعني مثلا مطعم شغال لا ده خسر لانك انت ما عندكش زبون اصلا، الليست بتاعك معتمده على ان الناس تيجي تقدر وتقعد تاكل، قفلت المطعم وخلاص يعني هنا القاضي صاحب رؤيه ورجل قاعد مش متكتف. لكن لما تيجي في مدرسه زي دي انا بقول لك
اي قاضي هيبص لهذا الامر. انت دافع كل مصاريفك. المدرسه بالعكس عندها كم مصروفات نثريه اللي احنا قلنا عليها اتوفرت. انت تدي طبعا للمدرس اي واحد، لا بس هو خوف المدرس انه يتقال له روح، لو خاف من بعد كده، من بعد كده. انما هي المحكمه دايما بتيجي في صف العامل لما بيكون غلبان، هي بتشوف طبعا بتقدر صف حد. المحكمه بتيجي في صف القانون، في صف القانون. انا قصدي في الظروف دي بتيجي في صف العامل مباشره، وحتى لو ما انا بقول لحضرتك، ما هو لو مطعم وقفل هنا هتيجي في صف صاحب العمل، هتقول لك في عذر النهارده. الراجل ما تجاوزش معاك الباصات اللي حضرتك بتتكلمي عنها. شوفي الباصات ممكن يبقى فيها كلام، بعض المدارس المحترمه رجعوا جزء. دي مدرسه محترمه يتعمل لها تعظيم سلام، يعني من حقها ومن حق الاعلام يوضح ده ويوضح المدارس المحترمه اللي ما بتستغلش. ولكن في مدارس ثانيه تيجي تقول لك ايه، انا هرجع جزء مقابل ان انا اتعاقدت ولا اتفقت ولا برضه ما انا عندي مرتبات بدفعها. ما تدفعش، هي نصها بيدفع. لا خلينا في الباص، الباص ممكن ترجعي جزء ما ترجعيش كله، لان الجزء اللي انت وفرتي بنزين وفرتي الصيانه وفرتي ده ترجعي تشوفي من نسبه قد ايه. اي مواطن النهارده او اي ولي امر لو جاله جزء هيحترم المدرسه جدا. صحيح. فارجو برضه من المدارس والجامعات الخاصه تراعي ان بما انها وفرت امور حتى للمرحله القادمه، هوفرت امور كتيره، مصروفات زي ما بنقول عماله وكهرباء وكهرباء وتنظيف وديتول والمدارس والجامعات اللي بتاخد ارقام كبيره، الكلام ده بيصرف. حتى تنزل بند المصاريف ده من الـ من الـ من الـ من الـ من ثمن السنه الدراسيه او من المصاريف. فنرجو الناس تبص لده تمام، والناس تتشجع على ان لو واحد خد حكم على فكره كله هيبقى صح ملتزم. تمام. عندنا منى الجمل بتقول لو اخويا باع شقته والساكن اشتراها واحنا شكلها كانت متاجره، واحنا قلنا له احنا اخواته احق بالشقه لانها في عماره احنا بنمتلكها، بس اخويا والساكن مش عايزين ياكدوا بيع الشقه وشرائها من طرف الساكن. نقدر نعرف اذا كانت اتباعت عن طريق قضيه صحه ونفاذ لانها لم تسجل حتى الان؟ شوف انا مش فاهم قوي بس هجاوبها، يعني السؤال ايه؟ هي عايزه تعرف اذا كان باعها ولا لا، وهي مش قادره تعرف، مش قادره توصل لحاجه. اصل الموضوع بقى مفيش تسجيل لحد كده، وانا لو اشتريت شقه ما انا هدخلها وهدخل فيها وهي بتقول لك انا قاعده في العماره. يعني هي لا بس هو مأجرها، اخوها ده مأجر الشقه وفي حد ساكن، فهو عايز يبيعها للي مأجرها له. ممكن بس مش ممكن، ممكن ما تعرفش. مش هنا في شفعه المفروض؟ لا ده موضوع تاني، تلغيها. ده موضوع تاني، انت بتتكلم صح. هي عايزه بس تعرف، عايزه تعرف لو لم يتم التسجيل تمام في الشهر العقاري مش هتعرف، لكن صحه ونفاذ وصحه توقيع تروح تسال في جدول المحكمه اللي تابع ليها عنوان او اقامه. بالنسبه لصحه التوقيع هتبقى جدول المحكمه اللي تابع ليها محل الشخص اللي فيها، يعني انا ساكن في الشيخ زايد هتبقى تبع الشيخ زايد. اما يعني ممكن تكون الشقه في مصر الجديده وعنوان انا على الشيخ زايد، لما يجي يرفع عليا القضيه هيرفعها على العنوان اللي انا ساكن فيه المفروض، او العنوان المخاطبات بتاعي تمام. اما بقى صحه ونفاذ لازم تترفع في مكان العقار، يعني العقار ده في مصر الجديده تروح تسال في محكمه مصر الجديده في الجدول في قضيه مرفوعه صحه ونفاذ من فلان على فلان، وهتعرف اذا كان باع ولا ما باع. بس هي لما هتعرف هتباع ولا باع عشان تستفاد ايه؟ قدامها حل من الاثنين، يعني انها من حقه الاخ ده لو يملك نصيبه يعادل شقه، من حقه انه يبيع لوحده نصيبه مفرز، ده القانون بيقول كده تمام. فعشان تبقى بقى عارفه ما تجريش قوي في مشوار وهي مش يعني انها تبطل هذا البيع لانه باع بدون الرجوع ليهم كشركاء الباقي ويلزم يمضوا العقد، لان احنا بنسمع ده كتير قوي، يقول لك احنا لازم كلنا كشركاء نمضي العقد. لا انا ينفع لو املك شقتين في العماره ابيع واحده فيهم او ابيع الاثنين بدون باقي اخواتي ما يمضوا معايا. تمام. طيب معانا رساله من عادل عبد السلام بيقول دلوقتي في قضيه نفقه مرفوعه ب 20,000 جنيه نفقه للزوجه والابن، والمحاميه بتقول رسوم 1500 جنيه، ممكن استفسار ليه المبلغ ده كله بتاع ايه؟ لانه بتقول بتاع قيد المدين. لا عايز افرق بين حاجتين عشان ممكن هو يكون فاهم غلط. لا دي مش رسوم قضيه. تمام؟ خالص. يعني ال 1200 مفيش رسوم قضيه في النفقات رسومها كده.
خالص، مفيش. تمام، ولكن ممكن يبقى في حاجه عشان ما نظلمش المحاميه بتاعته، بس ممكن يكون هو واخده حكم بال 20,000 جنيه. تمام، وهو هيروح يعمل حاجه اسمها ينفذ بالحكم، دي رسوم تنفيذ، ممكن تكون مبلغ رسوم تنفيذ. تمام، على الشخص الزوج بيحصل ايه؟ بيحصل ان الرسوم دي المفروض المحكمة أو محضر التنفيذ لو رايح مثلا ننفذ حجز مال المدين لدى الغير، هننفذ على الراجل ده في فلوسه في بنك أو نحجز عليه، محضر التنفيذ هو اللي بيعمل الموضوع ده، فيقول لك إيه؟ ادفعي لي رسم التنفيذ. رسم التنفيذ ده بتبقى نسبة، تمام، على المبلغ اللي واخده، 20,000 30,000 100,000 بتبقى نسبة. تمام، لكن مش رسوم رفع دعوة عشان نبقى استقرينا في الرسوم، لكن ممكن تكون، لان كلمه 20 يعني صدر له حكم، عشان كده انا بربط بس في الفكره بنقول الرايين يعني، او اللي ممكن يحتمل انه يكون. فبيجي عشان انت تروح لمحضر التنفيذ تقول له انا عايز انفذ بال 20,000، يقول لك طيب ال 20,000 دول عليهم نسبه كذا. عليهم ولا مشمولين؟ لا عليهم، يعني انا كمحكمه وحده تنفيذ هاخد رسوم كذا منك عشان انفذ لك. تمام؟ طيب انا مالي؟ لا انت تدفعيهم، اللي عايز التنفيذ اللي طالب التنفيذ يدفعهم ونعلي المبلغ عليه، بدل ما نحصل من 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 الزوج 20,000 هنحصل 21,200. طب ما هي هي، يبقى الراجل يدفع. ايوه، ما هو هيدفعهم بس المحكمه لازم تاخدهم من اللي بيستفيد الاول. لا لا، اصل انا شايف ان يعني هو كده جاله حكم، كان حكم المحكمه جاله ب 20، جاله 21، فهو نقول له لا، ده بتاع ده فرق رسم التنفيذ. تمام، مش رسم، لان هو قايل في رسالته رسوم رفع الدعوه. بالظبط، هي ممكن تكون رسوم تنفيذ. طيب احنا حلقتنا للاسف يعني خلصت، والوقت بيجري معاك استاذ احمد كالعاده، ان شاء الله نشوفك الاسبوع الجاي في نفس الميعاد. ان شاء الله. اشكرك يا عمر. شكرا يا مراد. كده احنا حلقتنا من انبوكس خلصت، نشوفكم على خير في حلقه جديده ان شاء الله.